اهلا بيكم. ارجوكم خدوا بالكم من ولادكم في حكايه السمنه دي، ما تسيبش ابنك يمسك حلويات جنبك ويقعد ياكل، وتجيب له انت الفاست فود وتقول له ده انت لو عملت الكذا وسمعت الكلام وبقيت شاطر هوديك اليوم الفلاني اكلك في المطعم الفلاني بتاع الفاست فود. انت بتديله جايزه؟ انت بتموت ابنك بالتدريج. انا بتكلم بقى بجد، انتوا بتفكروا ازاي؟ ازاي توخد ابنك على انه ياكل هذا الفاست فود وهذه الاكلات اللي ممكن تعمله سمنه مفرطه؟ كل وانا زود لك اللي اجيب لك شوكولاتات قد كده ومش عارف علبه ايه واديها لك. طب ما انت الواد هيجي له سكر وهيجي له سمنه وهيتبهدل. بتكلم بجد يا جماعه، انتوا يعني فعلا في ناس يعني ما اعرفش بتعمل كده ازاي. قصه مثيره جدا. امريكي اسمه كريس كونتر، عنده 55 سنه، هو ومراته اسمها ليزلي كانوا قاعدين في شوف الوزن في احد الحدائق على كرسي بيتشمسوا، وفجاه الكرسي اللي كانوا قاعدين عليه انقلب، كسر انقلب يعني، وعيني وقع كريس وقع جامده جدا، اثارت للاسف ضحك اللي حواليه، وقال ان هو يعني بيعاني من مشاكل كبيره جدا في السمنه، لدرجه انه كان كل يوم يدخل ينام يقول انا مش حاسس ان انا هقدر اصحى، يعني موضوع النوم بالنسبه له ده مش رحله راحه، دي رحله رعب. بتوع السمنه المفرطه كده يدخل ينام عمال يفكر وانا هقدر اصحى من النوم ولا مش هقدر اصحى من النوم. قصه مثيره يعني. شوف تخيل لما انسان يبقى واصل لمرحله انه كل ما يدخل ينام يقلق يبقى قلقان، دي حاجه صعبه قوي يا جماعه. بكل اجل انكتام طبعا. قرروا يخسوا طبعا، الديلي مير البريطانيه نشرت لهم كل حاجه وخسوا وبقوا بهذا الشكل الرائع جدا هما الاثنين. خسوا بقى ازاي يعني مش باين في التقرير، بس هما غالبا بعمليات، لكن بقوا حاجه تانية خالص. وفي سن كام؟ 55 سنه. ده برضو يوريك نشوف ماسكين بقى الصور الجميله بتاعت اللي بيخسوا، اللي هم يستعرضوا البطلون القديم بتاعك اللي هو مقاس 7 اكس لارج والفستان القديم بتاعك، ونتصور بقى في واحنا واقفين في واحده من البنطلونات. طبعا تبقى سعاده كبيره جدا لانهم قدروا يقفوا جنب بعض والسعاده باينه على وشوشهم اهي كبيره جدا. هنتكلم كلام النهارده مهم جدا جدا عن السمنه، لكن ارجع اقول لك واقول لك خلي بالكوا انتوا اول من تقدم المخدرات لابنك. مخدرات الاكل يا باشا، مخدرات. حد قال لك ان الاكل مش مخدرات؟ اكل مخدرات. تعالوا النهارده نرحب بضيفي العزيز القيمه العلميه المتميزه والاسم الكبير في عالم الجراحه اللي بيسعدني جدا وجوده معنا، واكيد بيسعدنا هذا الجهد الكبير من كليه طب جامعه عين شمس وقسم الجراحه جراحه السمنه في جامعه عين شمس، هذا القسم الرائد الرائع الكبير اللي بيقدم عطاء مذهل جدا عبر كل اعضاء. النهارده واحد من هؤلاء الاعضاء موجود معانا النهارده، اعضاء قسم راقي جدا وعريق جدا، هو قسم جراحه السمنه في كليه الطب جامعه عين شمس، ضيف العزيز الاستاذ الدكتور ياسر عبد الرحيم، استاذ جراحه السمنه والسكر والمناظير بكليه الطب جامعه عين شمس، الاستاذ بقسم جراحه السمنه بكليه الطب جامعه عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنه الافس، وعضو الجمعيه المصريه لجراحات السمنه، ضيف العزيز اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا ازي حضرتك. قبل ما ابدا بقى يعني عايز اقول، هل احنا بنقدم السم لاولادنا في صوره فاست فود، اكلات، اسلوب غذائي، وزي ما بيقولوا في الافلام بقى بتاعت المدمنين ان في واحد صديق السوق هو اللي قدم له اول برشامه واللي اداله اول شمه او اللي اداله اول سيجاره ملفوفه، اول بقى من قدم اول سندوتش ملفوف هي الام او الاب. بالظبط كده بالظبط. ويمكن انا برضو عايز احييك على الطاقه الايجابيه من القصه الملهمه اللي حضرتك جبتها في اول الحلقه بتاعت الراجل ومراته الامريكان اللي خسوا فعلا. طبعا صورتهم جميله وهما الاثنين واقفين جنب بعض كده، فدي ادتني طاقه ايجابيه ان انا اتحمس في الحلقه. الحقيقه صوره جميله، وبشكرك على القصه الظريفه. اللي انا عايز اقول لك يا دكتور ايمن النهارده زي ما بقول لحضرتك بالظبط، هو السمنه بتبتدي دايما من الصغر، وبتبتدي بحنيه الاب والام على الاولاد،
لغايه ما الولد يكبر متعود على الاغذيه الجاهزه اللي بيسموها الفاست فود او جانك فود، وبقى مدمن. عارف كلمه انت بتقولها، انا بقول العيان في العياده هل انت مدمن سكريات؟ يعني السكريات ادمان، السكريات ادمان. احنا بنقول السموم البيضاء، السموم البيضاء الهيروين او الواحد السم الابيض، احنا عندنا الملح، الدقيق، الدهون، السكر والهيروين، دول الخمس سموم بيضاء. حضرتهم مع الهيروين ده مصداقا لكلام حضرتك كنت بتقوله. قلت لي ما هي السموم البيضاء؟ السموم البيضاء الهيروين والملح والسكر والدقيق والدهون، دول الخمس سموم البيضاء. اذا انا حطيت الهيروين على قدم مساواة معاهم، لان فعلا ادمان الحاجات دي الهيروين بينتهي اما ترجع وتخف يا اما لا محاله الهلاك. نفس الكلام السمنه، برضو نفس الكلام السمنه 52 مرض بيتكلموا عليك، السمنه والسكر والقلب والكلى والحاجات النفسيه، كل المرضى بقوا عارفين الكلام ده النهارده. فانت عندك 52 مرض يسكنوا جسمك، فاذا انت لو وصلت لهذا منذ الصغر ما بتعرفش ترجع عنه. لكن الحمد لله، الحمد لله. على فكره علاج الادمان صعب جدا عكس ما الناس فاهمه. مش واحد بيشم هيروين فانا قررت ابطل، لا، الدنيا بالسهله ومصحات ودخول ودكاتره امراض نفسيه وحاجات جامده جدا. نفس الكلام برضو الرجوع من السمنه المفرطه ومن السكر بالذات النوع الثاني المصحوب بسمنه كان يكاد يكون صعوبته زي صعوبه ما بتعالج مدمن. النهارده الحمد لله زي ما تقدمت ادويه علاج الادمان، عندنا الحمد لله ربنا رزقنا بحاجه اسمها جراحات السكر والسمنه. هذه الجراحات بقت تشفي من السكر بنسبه 99% ومن السمنه المفرطه بنسبه 99% وبنسب امان 99.5%، ودي نعمه من الله سبحانه وتعالى اعطاها للمرضى المدمنين للسكريات والاكل والحاجات دي عشان ربنا يعافيهم من ال 52 مرض اللي احنا قلنا عليه. اكثر فيلم شفته في حياتي ملهم في موضوع الادمان اسمه ريكويم اوف ا دريم، رقيه حلم. الفيلم ده خد جائزه اوسكار انتج 2002. الفيلم ده مش بس بيتكلم على ادمان المخدرات، كان بيتكلم على ادمان الشهره. يعني كان مطلع نموذج لواحده مدمنه للشهره نفسها تطلع في برنامج تلفزيون في امريكا. فيعني فيلم ملهم جدا جدا، واتاخد منه تحت السيطره اتعمل مسلسل. لكن خليني اقول لك انه الادمان الاكل لغايه دلوقتي مش باين في الكتابات السينمائيه في مصر. يعني ما حدش بيكتب عن ادمان الاكل. ان شاء الله الفتره الجايه هيحصل، لان الحمد لله عندنا الدوله المصريه مهتمه جدا جدا جدا. والنهارده بقت الحكومه المصريه وسياده الرئيس وعلى اعلى مستوى بيهتموا بعلاج السمنه، بقت من الامراض المزمنه خلاص في مصر عندنا، وبنهتم بعلاج السمنه. كان شيء رائع جدا اهتمام سياده الرئيس بالسمنه، كانت شيء وبادره مهمه جدا. يعني اعتقد انه كان لاول مره انه في حجم رئيس الدوله يتحدث عن السمنه كوباء قاتل. بالظبط، فده تقدير جدا لهذا الامر، تقدير لخطوره هذا الامر. بالظبط كده، وده يمكن عمل لنا يعني تكليف من سيادته ان احنا لازم نعالج الناس من هذا الوباء اللي بيأثر على صحتهم وعلى الوطن ككل كاقتصاد. طبعا ما هو العين اللي عنده سمنه ده ما بيشتغلش ما بينتجش، فاصبح ده في تأثير على الاقتصاد القومي نتيجه هذا المرض اللعين. الحلقه بتاعت النهارده استكمال لجزء الحلقه اللي فاتت، يعني لازم الناس بعد ما تشوف النهارده تشوف المره اللي فاتت الحلقه السابقه كمان. بالظبط، لان النهارده هنتكلم على تحويل المصارف. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا على التكميم. بالظبط، هو احنا لو قلنا هي عمليات السمنه بتاعتنا في نوعين. في نوع بيعتمد على تقليل كميه الاكل ونوعيته اللي هي عمليه تكميم المعده، واتكلمنا عليها المره اللي فاتت بالتفصيل. العمليه الذهبيه بقى اللي عمليات تحويل المسار، ودي لها انواع كتير. عمليات تحويل المسار في المصغر وفي الكلاسيكي وفي كذا نوع من عمليات تحويل المسار. هي عمليه بتعتمد على حاجتين كبار جدا، ان انا بقلل كميه الاكل وبقلل امتصاص انواع من الاكل. يعني مثلا لو ادينا مثال بالمنظر اللي قدامنا ده، وهي تسمى عمليات تحويل المسار هي العمليه الذهبيه. وزي ما قلت لحضرتك في مره قبل كده، لو انت قلت لي احنا هنلغي عندي عمليات سمنه كتير جدا على فكره، هنلغي كل عمليات السمنه او اختار عمليه واحده، عمليه واحده بس، تبقى طبعا تحويل المسار بلا جدال تناسب كل مره. لو رجعنا الصوره اللي قبلها يمكن دي صورة، ايوه. لو بصينا هنا يا دكتور ايمن، هي العمليه عباره عن ايه؟ حاجه بسيطه جدا طبعا، بتتعمل بالمنظار بالدباسات
ثلاث فتحات او اربع فتحات صغيرين، وبنعمل العمليه بتاعتنا دي بتاخد لها بتاع ساعه لربع ساعه في اوضه العمليات. العيان بنصغر المعده طوليا ونوصلها بالامعاء. دي فكره كل عمليات تحويل المسار، تصغير مع توصيل، بس تصغير وتوصيل كلمتين اتنين. طب هنا بقى هيحصل ايه؟ هيحصل اربع حاجات. اولا الجزء اللي عزلته على اليمين ده بيقلل هرمون الجوع جدا، اللي هو هرمون الجوع اللي اسمه الجريلين، اللي احنا وصفناه الداء او الشيطان، وان هرمون الجوع ده لما بيقل بيقلل حاسة الجوع، بيغير شخصية العيان، بيقلل نهمك على الجوع، بيزود الحرق 10 أضعاف، بيفوق البنكرياس، بيخليه يشتغل، بيقلل مقاومة الانسولين، وبيقلل الترسبات الدهنية في الجسم. دي الاربع حاجات بتوعه. بعد كده بتاكل كمية اكل صغيرة في المعدة الصغيرة، تحس بالشبع بسهولة. نيجي بقى عدم مرور الاكل على اول 2 متر، بنوصل المعدة بالامعاء على بعد 2 متر من بدايتها، او ممكن 2 متر ونص، او ممكن اقل شوية ازيد شوية. جراح الشاطر بيلعب في الحتة دي برضو حسب العين وزنه زيادة او اقل او. لو رجعنا الصورة قلنا معلش انا اسف تاني، اي وصلنا المعدة بالامعاء على بعد 2 متر بلس اور ماينس، يزيد او تقل شوية، وبعد كده الاكل بينزل على اخر 4 متر على طول. عدم مرور الاكل على اول 2 متر بيعمل ايه بقى؟ بيقلل امتصاص السكريات والدهون 75%. السكريات والدهون اللي هي السموم البيضاء بتقل امتصاصها 75%. نزول الاكل من المعده على الامعاء بيستحس الامعاء اخر 4 متر يطلعوا هرمونات اسمها الانكريتينز. الهرمونات دي لما بتزيد في الدم بتشغل البنكرياس، وفي نفس الوقت كمان بتشتغل كانها انسولين، لها انسولين لايك اكشن. تمام. اذا لو قدرنا نقول، نجيب الصوره اللي بعدها بقى كده، الصوره اللي هي بين التاثيرات العمليه اللي كان فيها الارقام اللي الهرمونات. الهرمونات ايوه، الصوره اللي فيها الهرمونات التي تزيد. ايوه هي دي. بص بقى دكتور ايمن، دي صوره ذهبيه عشان نشرح المرضى تاثير عمليه تحويل المسار. بتقلل هرمون الجوع، بتقلل كميه الاكل. بص بقى انا هقولها ببساطه جدا، انت معاك طولها 6 متر، اول 2 متر مضرين، اخر 4 متر نافعين. انا من مصلحتي اعطل لك اول 2 متر وشغل لك اخر 4 متر. اول 2 متر بيطلعوا هرمونات ضاره للبنكرياس اسمها الديكريتنز، فلما الاكل ما يعديش عليها بيقلوا جدا، فانا قللت اعدائك. وبما بيعدي على اخر 4 متر بيزود حاجه اسمها الانكريتنز، جي ال بي والجي اي بي والجلوت والواي واي، لدرجه حاجه شايف الدكتور ايمن كلمه جي ال بي اللي مكتوبه دي، هذا الهرمون بيفوق البنكرياس جدا جدا جدا. رقم 2 بيشغل كانه انسولين، لدرجه ايه؟ ان بعض شركات الادويه بدأت تنتجه، نجيب الصورة دي المرة، على هيئة دواء اللي أنا ماسكها دي، على هيئة دواء. ده عبارة عن إيه؟ حاجة اسمها جي اللي بي أنالوج، اللي هو الجي اللي بي الطبيعي اللي بيطلع من أمعنا، قدروا يصنعوا حاجات زيه وبتتاخد حقن عشان تدي تأثير طبعا، لكن مش بنفس الكمية اللي بتطلع طبيعية من العمل بتاعت ربنا. والحقنة دي غالية جدا جدا، بتاخد حقنة مرة في الأسبوع. فاهم قصدي ازاي؟ اذا نقدر نقول ان شركات الادويه، وده شرف لينا، بدات تقلل تاثير العمليات بتاعتنا، بدليل ان الجي اللي بيطلع من اخر 4 متر في الامعاء قدروا يصنعوه ويعملوه على هيئه حقن تتاخد مره في الاسبوع عشان تساعد تديك تاثير. اذا انا قدرت اديك ده تاثير رباني، يبقى انا قدرت اعمل معاك احلى واجب، ان انا اقلل كميه الاكل، اقلل هرمون الجوع، وقلل الهرمونات الضاره، ويزيد الهرمونات النافعه اللي بداوا يصنعوها دلوقتي. دايما المريض يسال يقول هتبدا الامور دي تظهر عليا امتى؟ انخفاض الوزن شكله هيبقى عامل ازاي في العاله، في العاده، في اليوجوال؟ هيختلف من شخص لشخص، بس اليوجوال بيكون ايه؟ سكر. والله يا دكتور ايمن، من يوم العمليه بالليل سبحانك ربي العيان بيبتدي حياته تفرق. درجه انا قلت لك في مره سابقه، بعض المرضى بيقول بقيت احتفل بعيد ميلادي مش يوم ما اتولدت، يوم ما عملت العمليه وخلصت من كابوس السكر والسمنه. العيانين بيبتدي السكر بتاعهم، وده فكره التاثير الهرموني، انك بتلاحظ المريض بيتحسن من يوم العمليه. انا عندي مرضى يقول لي اخر عهدي بادويه السكر كان يوم العمليه قبلها بيوم. طب ايه ده التاثير الهرموني بقى؟ ان هو احنا طبعا العيان سكره بيتحسن لما يبتدي وزنه ينزل، يبتدي يظبط طبيعه اكله، قبل دول التاثير الهرموني اللي انا قلته. فالعيان التاثير الهرموني بيبتدي من يوم العمليه بالليل، فالعيان بيبتدي سكره يتحسن لدرجه انا بعمل ببطل ادويه السكر خالص، وابتدي اديله بس عند اللزوم لغايه ما نبتدي نبطل. طبعا التاثير بقى بيزيد بعد يوم، بعد يومين، بعد اسبوع، اسبوعين، شهر، شهرين. كل ما بتتقدم بتلاقي العيان بقى وزنه يتحسن، بتلاقي العيان السكر بتاعه يتحسن.
ال 52 مرض بيبتدوا يقلوا مع بعض، وظائف البنكرياس بتتحسن، وظائف الكبد بتتحسن، وظائف الكلى بتتحسن، نفسيته بتتحسن، حاجه يعني. عشان كده لما بيسموا عمليه تحويل المسار هي العمليه الذهبيه، اذا هو اسم على مسمى. طب لو انا اتقمصت شخصيه المرضى دايما، المريض يتخوف انه يقول لك لا وانا بعد العمليه دي هاخد فيتامينات ومش عارف ايه، بلاش بقى اعمل ده، انا هاخد فيتامينات. والله بص يا دكتور ايمن، لو اتكلمنا في القصه دي انا ليه عليها رد بيبقى يعني في مع المرضى شارب شويه. والله لو انت عندك 52 مرض، حتى لو هتاخد فيتامينات، لو عندك 52 مرض هيموتوك. لو هتاخد لكل مرض كبسوله بالظبط، هتاخد 52 كبسوله بالظبط. قلت لك احنا هنستبدلها بناخد كبسولات فيتامينات. وعلى فكره الفيتامينات مش حاجه ضاره. رقم اتنين، ان الفيتامينات ينصح باخذها لاي واحد بيخس حتى مش عامل عمليه، حتى لو واحد بيعمل نظام غذائي عادي. احنا دايما تلاقي اللي بيعمل نظام تلاقيه مرهق كده، تقول له انت مالك مرهق ليه؟ يقول لك اصل انا عامل ريجيم، اصل عامل دايت، اصل عامل حميه، اصل عامل نظام غذائي. طبعا ده لا يجوز، المفروض تاخد فيتامينات. رقم اتنين، النهارده شركات الادويه تقدمت جدا، بتعمل حاجه اسمها وانا داي. يعني هي كبسوله واحده فيها كل حاجه، فاهم قصدي ازاي؟ وهكذا. فما اصبحتش دي قضيه خالص، شيل الموضوع من دماغك. بقول لك شركات اللي عامله حاجه اسمها وانا داي، وانا داي موجود فيتامين اسمه وانا داي، هي واحده. ودرجه في شركات عامله كبسوله للي عنده تحويل مسار، وكبسوله اللي بتاع التكميم، ياخد واحده في اليوم وده واحده في اليوم. فدي ما اصبحتش قضيه كبيره ابدا خالص. طب اسمعك ابو العريف بقى، نشوف ابو العريف هيفتي ويقول ايه واحنا بنتكلم على تحويل المسار. تعالوا نسمع مع بعض. يا باشا، احمد رمضان زميلنا في الشغل اشترى كاميرا وكم عدسه وعمل فوتوغرافر، اهو منها هوايه ومنها تحسين دخل، بياخد البنات في الجنينه ويعمل لهم سيشن تصوير، الله يسهل له. رحاب زميلتنا قالت له يا رمضان خد الفلوس دي، عاوزاك تعمل لي 2 سيشن تصوير، واحد دلوقتي وواحد بعد ما اعمل جراحة السمنة. قال لها إذا كان على أفتر وبيفور أعملها لك من عينيا، بس خلي بالك لو سيشن كامل قبل العملية هركز على وشك ميديوم أند كلوز أند بيك كلوز، بعد العملية هصورك أونلي لونج، بعد العملية هصورك صور بعيدة مش هجيب فيها وشك. قالت له ليه؟ قال لها عمليات السمنة بتخس الصحيح بس بتبين الوش ضعفان وبتبوظ البشرة وتعمل تساقط شعر. قالت له يخرب بيتك عقدتني منها، هات نص الفلوس هعمل سيشن واحد دلوقتي ومش هعمل سيشن بعد العملية عشان مش هعمل العملية. أديك قطعت برزقك، فرحان فيك يا رمضان. رمضان ده يعني بيعمل، ناس كتير بتقوله يعني، واحد يبقى خلاص ناوي يعمل العمليه يقول له لا انت بعد العمليه انت هترهق جدا وشعرك هيقع وبشرتك. ده بالعكس تجعيد. انا معجب جدا بابو العريف النهارده، انه فتح لي حته جميله عايز اقولها. الحقيقه ابو العريف النهارده ابن حلال، هذا الكلام فعلا النهارده ابو العريف عنده حق. الحقيقه ان في ناس بتقول، والكلام ده كلام مردود عليه طبعا. احنا بص يا دكتور ايمن، دايما بنقول ايه، مريض السمنه اللي يعمل عمليه عشان خاطر يمشي بصورة صحية لازم يغير حياته. بنقول ايه؟ او انا لسه بحكي في حلفات مع حضرتك، لو واحدة صاحبتك او واحد صاحبك قاعد بيقول لك انا لازم اشرب كل يوم 3-4 لتر سوائل، باكل، خباكم كل كلمة انا قلتها، باكل خضروات، باكل فواكه قليلة السعرات، باكل بروتينات بطريقة صحية مشوية او مسلوقة، بنام بالليل 8 ساعات، بطلت تدخين، لازم بمشي كل يوم نص ساعة، مرة في الاسبوع اكتر من ساعة، بروح الجيم وبلعب حديد، عمره ما يحصل حاجه من الحاجات دي. ده غير اذا العيان كمان محتاج ان ياخد فيتامين مع العمليه ياخده، ما فيش اي مشكله خالص. وقلنا النهارده الفيتامينات قرص في اليوم. لو انت رعيت الاسلوب الصحي ده ورعيت الفيتامينز او الفيتامينات، تقولها قرص في اليوم ولا كلام فاضي يعني، وفي نفس الوقت رعيت الاسلوب الصحي منك عليه، عمره ما يحصل حاجه زي كده. ده غير بقى الحاجه الجميله الثانيه، ان جراح السمنه المحترف لابد ان يكون صديق لمريضه. ده يعني ايه صديق لمريضه؟ احنا عندنا تيم بنشتغل، دكتور جلديه ودكتور كبد ودكتور جراحه ودكتور كلى، اي حاجه بتعني للعيان من دلوقتي عندنا على طول المرادف لها. يعني ازاي احافظ على شعري؟ ده انا
عندي مرضى يقولي اديني ازاي احافظ على جمال ايدي، شوف الدلع بقى، على جمال ايدي، على شعري، على اسناني، على قوتي، على جلدي، على عضلات، على عضلات، ما يحصلش ترهل في يعني ضعف ضمور في العضلات. بالظبط، وعشان كده بتلاقي بعد العمليه بندي اكل عالي البروتين عشان خاطر يكون لك العضلات. فلو انت عملت العمليه ومشيت على التعليمات اللي هنقول لك عليها باذن الله ما يحصلش الكلام ده باذن الله تعالى. الحمله القوميه مستمره ان شاء الله. الحمله القوميه هي دين علينا، لان من غيرها مش هينفع الدنيا تمشي. يعني ايه؟ يعني ارتسم في ذهن الناس ان عمليات السمنه والسكر عمليات بهظه الثمن، لكن احنا بنوفرها للناس بسعر مناسب حتى لا نضن عليهم بعلاج هذا المرض العين، شفاهم الله وعافاه منه باذن الله تعالى. ونحن نسمن كمان الجهد اللي بيتعمل في قسم الجراحه في كليه الطب جامعه عين شمس. كليه الطب جامعه عين شمس، يعني طبعا كل كليه الطب اصدقائي وحبايبي، لكن نحن كليه رائده، وزي ما بقول لحضرتك قسم رائد، قسم رائد، وعندنا قسم جراحات السكر والسمنه ينتمي اليه اعظم جراح السمنه في مصر والشرق الاوسط. حاجه يعني انا بقول لك فريق جراحي متمكن وينتشر في مصر كلها للقضاء على هذا المرض العين. فطبعا نحن نسمن قضاء، نسمن مجهودات سيادة الرئيس، مجهودات الحكومة المصرية، مجهودات جراح السمنة بالذات في كلية طب عين شمس اللي أنا بنتمي إليها وعلى مستوى مصر. وبرضو بنسمن ثقافة المرضى اللي بدأوا النهاردة الحمد لله يعرفوا أن في حاجة اسمها جراحات آمنة للسكر والسمنة بإذن الله تعالى. بلا شك قسم يعني قدم كثير جدا من العطاء العلمي لجراحات السمنه، وارسى كلمه جراحه السمنه كقسم منفصل لاول مره في المنطقه العربيه، وبالتالي نشر ثقافه ان يكون لهذه الجراحه هذا التقدير والاحترام الكبير الموجود دلوقتي في الاروقه العلميه وفي الاروقه الشعبيه. عند العقول العربيه اصبحت جراحات السمنه دلوقتي جراحه نبدأ نهتم جدا بيها، واللي بيأخر ربما الخطوة لبعض الناس فيها ربما الخوف البشري الطبيعي أو عدم الشجاعة وربما عدم اكتمال الصورة الكاملة لما سيكون عليه الأمر وتتغير به الحياة بعد إجراء هذه الجراحة. ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة الأستاذ الدكتور ياسر عبد الرحيم، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، الأستاذ بقسم جراحات السمنة بكلية الطب جامعة عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة والجمعية المصرية لجراحات السمنة. نورتنا في الناس الحلوة. ربنا يخليك فينا، متشكر. خليكم دايما مع الناس الحلوة. إصابة الأطفال بالحول والهواتف الذكية، لقوا إنه الهواتف الذكية قد يكون لها تأثير، وربطوا الكلام بالحول. طيب التدخين دراسة تانية، بس دي اتعملت في واتشكون، ودي جامعة في الصين. احنا رحنا بقى شرق اسيا، مهتمين بالاطفال ومهتمين بالحول. لقوا ان التدخين بيصيب الاطفال بالحول، ادي حاجة تخوف تانية، خلي بالكم من الكلام ده. لقوا كمان انه في علاقة وثيقة، دي دراسة ثالثة بقى، دراسة ثالثة دي اللي عملتها سكاي نيوز، انه في علاقة بين السلامة العقلية وبين قدرة الإنسان على البصر الجيد. الحول إذن قد يؤدي إلى مشاكل عقلية بالنسبة للأولاد. خد اللي جاية دي بقى، إنه في مخاطر الكحل، التكحيل بتاع العين للأطفال خطر جدا، النظارات الشمسية المقلدة، تلبس الطفل نظارة شمسية أي كلام. طبعا كل ده بيؤدي إلى مشاكل خاصة بالعين، احنا قلنا 3-4 منهم خاصين بالحول. فأرجوكم تتنبهوا، وخصوصا أنه الحول شيء مهم جدا بالنسبة للطفل، لأنه في حالة تنمر تجاه الطفل اللي عنده حول في المدارس أو في المحيط به قد تؤثر على نفسيته بشكل كبير جدا. النهاردة لقاء مهم حول هذا الموضوع المهم للغاية مع ضيفتي المهمة للغاية طبعا، والتي تبدع في حوارها دائما، الاستاذ دكتور هبه متولي. من ورانا دكتور هبه. ميرسي ميرسي يا دكتور ايمن، شكرا جزيلا. شفتي ده انتوا فظيع. انا خفت، انا اتخضيت من الهواتف الذكيه. يعني انا التدخين ماشي، ما احنا عارفين التدخين بيعمل كل البلاوي السود، لكن الهواتف
الذكيه. هو الهواتف الذكيه فكرتها النير فيجن، يعني ان طول الوقت الطفل قاعد مقرب حاجه وبيبص عن قرب وبيبذل مجهود في ان هو يشوف الحاجات ويشوف الجيمز اللي بتتحرك بسرعه، فده بيؤدي الى ان العضلات الضمه بتشتغل اكثر من اللازم، فممكن يصاب بالحول وممكن يزود شويه نسبه حدوث قصر النظر. بس برضو مش معنى ان احنا هنحرمه منها خالص، برضو عشان يعني برضو هي مفيده لانها بتزود الوعي وبتعرف الطفل عن حاجات وتحسن الذكاء. وانا ساعات كمان بطلبها لما اكون عايزه اعمل اشجع شويه على تمرينات علاج الكسل. ففي انترناشونال ريكومنديشنز، يعني توصيات عالميه في الاطفال حسب سنهم، يعني السن الصغير سنه وسنتين لا طبعا ده ممنوع خالص، اكتر من السن ده يعني بس المصرح به ساعتين بس في اليوم للنير فيجن او الموبايلات او الحاجات الالكترونكس. دايما لو حد بيجي لي عياده يسالني على نصيحه بقول ممكن تشغل اللي حضرتك عايزه على التي في، يعني ممكن يشغل اليوتيوب على التي في او يلعب الوي او يلعب الجيمز اللي هي بلاي ستيشن، ما فيش اي مشكله فيها يعني، ولكن مشكله في القرب بس ان هي اعمال قريبه طول الوقت. يعني ازاي اشخص الحول؟ يعني ناس كتير بتعتقد ان انت سؤالك هيبقى ساذج قوي، الحول ما انا بعرفه بعيني. لا ده سؤال مش ساذج خالص، لانه تشخيص الحول ده حاجه تريكي جدا وخادعه. يعني لازم بيبقى فيه فحص في العياده، ويعتمد كمان على مهارات الطبيب اللي هو بيفحص الحول وبيشوف ده حول فعلا ولا حول كاذب، الحول ده نوعه ايه، افقي راسي، الطفل ده محتاج عمليه، محتاج نضاره، هل الطفل الحول ده هيأثر على الطفل فنبتدي نعالج ولا ممكن نتابع. يعني الحول قصه كبيره بتعتمد على مهاره الطبيب، يعني لا تعتمد مثلا على جهاز مثلا تضاريس القرنيه او جهاز مثلا قياس مثلا ابعاد العين او مجال الابصار، لا التشخيص بتاعها يعتمد على مهارات الطبيب. فعشان كده تشخيص الحول، يعني انا دايما حتى لو حد بعت لي صوره من اي مكان او كده، يا دكتوره انا عندي حول ولا لا، اقول له لا سوري لازم تيجي افحص عشان اتاكد اذا كان ده حول فعلا ولا حول كاذب ونوعه ايه، واشخص على حسب يعني تشخيص نوع الحول ياتي بعده العلاج. التنمر والحول، انت كنت زي ما بيقولوا سباقه في المجال ده وطرحتي مبادرة واهتمينا بيها جدا على مستوى الإعلام، وأيضا أنت عملت بيها ما شاء الله جهد كبير. هو الحول أو يعني جزء من كبير من تخصصي، هو يعني ليه علاقة كبيرة جدا بالتنمر في المجتمع، لأن طبعا والتنمر ده مش بيطول الأطفال بس، لا بيطول الطفل وبيطول الكبير. ممكن واحدة ما تبقاش عارفة تقولي أنا ما عملتش فرحية علشان أنا عندي حول، أنا ما روحتش الكلية عشان عندي حول، أنا مش قادرة خلاص، أنا خلصت ثانوي مثلا وعايزة أدخل الجامعة، لا مش قادرة أدخل عشان عندي حول. أو واحد مش عايز يروح الشغل، أو واحد طول ما هو ماشي باصص في الأرض مش بيبص في عين الناس لأن هو خايف من السخرية. الكبير ممكن كمان يشتكي، المشكلة إن الطفل ما بيشتكيش، الطفل بيروح المدرسة ممكن أصحابه يبتدوا يسخروا منه يتطولوا عليه وهو ما بيشتكيش، فجأة بنلاقيه مش عاوز يروح المدرسة، فجأة بتلاقيه بقى منطوي بقى أكثر انطواء لأنه مش عارف يقول إيه اللي مضايقه الحول. فالحول بيشكل خطورة اجتماعية ونفسية على الكبير والصغير. يعني عايز يعني عايز أقرب شوية من الحول، أنواعه وطرق العلاج الغير جراحية الأول. الغير جراحية، هو إحنا أنواع الحول بتختلف من الكبار عن الأطفال. أنواع الحول في الكبار غالبا معظمها بتبقى علاجها جراحي، يعني نادر جدا تلاقي حد في الكبار علاجه نظارة، في بس ولكن مش حاجة شائعة. الأطفال بقى ليهم يعني أنواع أكبر بكتير، في أنواع علاجها نظارة فقط، في أنواع علاجها يعني جزء من الحول علاجه عملية وجزء من الحول علاجه نظارة، وفي أنواع تانية علاجها عملية جراحية فقط لعلاج الحول. وفي طفل عنده محتاج جدا ان هو يعمل عمليه حول وبيرتدي نظاره ملهاش اي علاقه بنوع الحول اللي هو اللي عنده، يعني اللي هو مصاب بيه. عشان كده التشخيص في الاطفال مهم جدا جدا جدا، ان انا افرق ده انهي نوع، ده محتاج انهي تقنيه، وهل هو الوقت ده الوقت المناسب ان انا اعمل التقنيه دي ولا المفروض ان انا ااجل، وهكذا. يعني الطرق الغير جراحيه في الاطفال هي النظاره، يعني انا اسمح لي اقول ان النضاره هي الوسيله الوحيده الغير جراحيه لعلاج الاطفال من الحول. في الانواع التي تعالج بالنضاره، لكن مثلا النوع اللي علاجه عمليه مش هتعالجه النضاره،
ولكن انت حضرتك لو سالتني على النوع بس الغير جراحي فمش هقف اقول لحضرتك هي النضاره، لكن مفيش حاجه اسمها ليزر لعلاج الحول ويعني الحاجات دي. التخاريف العلميه اللي لا 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 مش تخاريف علميه، ما ينفعش اقول كلمه تخاريف علميه دي انا اسف، تخاريف غير علميه. غير علميه هي تخاريف غير علميه وليس لها اي اساس من الصحه وليس لها اي اساس علمي. لا يوجد ليزر لعلاج الحول. عشان نبقى واضحين. بالظبط. يعني وجمعيه طب الاعيون للاطفال اصدرت بيانات بهذا، ونحن نقلنا هذه البيانات ونكرر هذا الامر كثير. اوكي بالظبط. فهي دي التقنيه غير جراحيه. في الكبار بقى في تقنيات غير جراحيه لعلاج الحول، ممكن حقن البوتوكس، ولكن انا دايما افضله في حالات الحول الصغيره جدا اللي هي النسب البسيطه جدا او النسب اللي هي نتيجه لشلل في الاعصاب او ما الى ذلك، لكن مش كل انواع الحول. يعني كتير جدا بيقولوا يا دكتور انا عايز اعمل حل من غير جراحه، اقول له لا، انت عشان ترتاح من الحول ده وتصححه وتعيش مبسوط، لا احنا هنعمل عمليه لاصلاح الحول. طيب هنبدا بالاطفال الاول. هنبدا في اي سن يبدا او يجب اجراحه الحول او يجب عموما العلاج للحول؟ احنا اول ما نشك ان الطفل عنده حول لازم نلجا على طول للدكتور المختص. هو بيفحص الحول وبيقول هل هيتدخل دلوقتي، هل الطفل محتاج نظاره، هل الطفل محتاج تمرينات لعلاج الكسل مثلا نتيجه للحول ده، ايه الوقت المناسب اللي هو هيتدخل فيه. ولو انا قررت ان انا ااجل الطفل، انا مش باجله وبيقعد في البيت، لا انا بشوفه كل 3 او 4 شهور عشان اتابع الحاله. في انواع حول انا ممكن اقرر ان انا اعملها بدري خالص زي الطفل اللي احنا شايفينه دلوقتي ده، حول وحشي موجود طول الوقت هياثر على وظيفه العين فاضطريت ان انا اعمله في هذا الوقت. قد يكون والطفل ده عنده 2 تقريبا، في بعض الاحوال لا انا بيبقى الحول بيبقى يعني الحول نفسه متقطع ولا يؤثر على وظيفه العين، فممكن ااجله شويه لغايه سن 4 أو 5 سنوات. فعشان كده بقول ما ينفعش يبقى في قاعده واحده لجميع انواع الحول وخصوصا في الاطفال. مثلا في حاله زي دي ده حول داخلي او الحول الانسي، وانا يعني جايبه بس الحاله بعد العمليه مباشره عشان نشوف بس الاحمرار البسيط. العمليه بتترك بعض الاحمرار بيستمر لثلاث او 4 اسابيع بعد العمليه ويختفي. نوع العمليه دي ايه؟ دي عمليه اصلاح حول، عمليه اصلاح حول عمليه جراحيه بسيطه على سطح العين لا تترك اثر وليس لها ده عمليه في العضلات كده. في العضلات عمليه في العضلات وليست ليزر. وليست ليزر، لا وليست ليزر. إذن دي برضو ده بقى دي نوع اللي أنا كنت بشرحه دلوقتي اللي هو نوع الحول اللي نص منه نص نضارة، نص علاج ونضارة، ونص الحول التاني عملية. طفل في الصورة الأولانية عنده حول نسبته كبيرة، لما لبس النضارة تقريبا نص الحول أو تلت الحول اختفى، وبعدين في آخر صورة عملنا له عملية حول للحول اللي فوق النضارة وخلاص بقت عيني معدولة جوه النضارة، يعني أثناء ارتداء النضارة. في النوع ده أنا لازم أحترم جدا الجزء بتاع النضارة عشان اتجنب ان الطفل ده يحصل له حول وحشي عكسي لما يجي يلبس النضاره عشان يشوف زي بقيه البني ادمين كويس. فالنوع ده يعني انا مثلا دايما كل اب او ام، طب مش هيجي داخله العمليات ما تصلحيه كله خلاص، انا ما اقدرش اصلحه كله خلاص، لازم احترم جدا الجزء اللي بيعالج بالنضاره واتركه للطفل بعد العمليه عشان يلبس النضاره يتظبط وهو لابس النضاره. حركه دماغه اللي هي فيها تلت ديت وعملها قصده ولا بيتدلع؟ لا هو في انواع كتيره جدا بيبقى التلت بتاعت الطفل عامل ياخد دماغه او بيلف وشه عشان يشوف كويس، والحالات ديت فعلا بتبقى معظمها سببها الحول، ولكن في الحاله دي لا هو بيتدلع. ده برضو حول، ده الطفل سنته صغير تقريبا برضو 2 وعنده حول انسي. يعني انا جايبه بس مجموعه من الصور لطمانه بس الاباء والامهات، وده يمكن من اصغر السن اللي احنا بنعمل فيه عمليه الحول. هو كان البنت كان عندها 6 لما عملنا العمليه. العمليه امنه وبسيطه وبنعملها في سن صغير جدا، فلا داعي من ان احنا الناس تخاف منها. يعني لا داعي ان حد كبير يدخل العياده خايف من عمليه الحول، وهي اصلا احنا بنعملها الاطفال عندهم 6 كان لازم تتعمل في السن الصغير 6 النوع ده لازم في السن ده. يعني النوع ده لازم في السن ده. في انواع تانية انا بقرر انها تبقى عند سن سنه، في انواع بقرر ان هي عند تبقى سن 4، وزي ما بقول لحضرتك لما بقرر لازم برضو الطفل يبقى تحت عناية، بتابعه كل 3-4 عشان بس اطمن على استقرار الحاله. ساعات احنا شفنا في احدى العمليات، يا ريت نشوفها تاني، العمليتين اتعملوا في نفس الوقت، لازم العينتين يعني العينتين. بص هقول حضرتك حاجه، التشخيص زي ما حضرتك قلت العلاج يعتمد على التشخيص. انا بفحص الحاله كويس واشوف اقرر انا هعمل عمليه في عين او عينتين،
خلاص، قد يكون الانسان شايف ان هو عنده حول في العين اليمين بس، وانا قرر ان انا اعمل العمليه في العينين، زي مثلا حاله الطفل ده، يعني انا في الحاله دي قررت ان انا اعمل في العينتين مع ان هو مامته شايفه ان هو عنده حول في العين اليمين بس. فده بيرجع برضو لتشخيص الطبيب، وان هو بيشخص اين يوجد اضطراب العضلات الاصلي في العين اليمين ولا العين الشمال. فكره، عارفه الفكره في المجتمع المصري كتير قوي يقول لك ايه يا عم انت هتعمل عمليه بتاعه الحول خصوصا في الكبار هترجع تاني هتتحولي تاني. لا، هو الشائعه الخاطئه دي نتيجه للممارسات الخطا في علاج الحول في مجتمعنا. الحول تخصص صعب، وتخصص محتاج زي ما بقول حضرتك مهارات الطبيب فيه، ان هو الطبيب المختص ان هو يشخص نوع الحول فيبتدي يعالجه صح، فيبتدي نسبه رجوع الحول دي بتقل خالص. يعني احنا مفيش حاجه اسمها ابدا الحول هيرجع زي ما كان، ولكن في احتمال ان 10% من الاشخاص اللي اجروا عمليه الحول ان هم يحتاجوا الى خطوه ثانيه مكمله. يعني احنا مثلا لو اجرينا العمليه دي ل 100 شخص، ففي 90% دول مش هيحتاج حاجه ثاني، وفي 10% يحتاج خطوه ثانيه مكمله. يعني ودايما الخطوه الثانيه بتبقى ابسط من الخطوه الاولى. فيعني لا، عمر ما الحول بيرجع تاني زي ما كان بالظبط لو عالجناه بالطريقه العلميه المظبوطه والصحيحه. يعني مثلا دي حاله قعد سنين عمر طويله، راجل شعره شاب ما كانش يعرف ان في علاج الحول في سن الكبير، وبعدين لما عرف جه وصلح الحول. وطبعا كل الحول يضر الجميع الكبير والصغير، والسخريه تطول الجميع الكبير والصغير من قصه الحول في مجتمعنا. الحاله دي ده حول راسي، الحاله دي مهمه جدا، لان هو قبل ما يجي لي تقريبا كان اجرى 3 عمليات لاصلاح الحول الراسي ده، وجه انا يعني نتيجه بس ان احنا بناخد ابروتش خاطئ في علاج الحول، مش بندخل على طول على العضله اللي فيها المشكله او الاضطراب الحركي اللي فيه المشكله في العين. فلما عالجنا الاضطراب الحركي وتشخصناه برضو، عشان برضو اجي اكد ان هو الحول يعتمد على التشخيص، لما شخصنا العضله اللي فيها المشكله وعالجنا الحاله، فبدا الايه العيان يعني يتظبط ويبقى مبسوط وسعيد. يعني عظيم برضو. هنا الحاله دي يعني عنيفه قوي. يعني هو بيغير الحياه، علاج الحول حقيقي بيغير الحياه حقيقي، يعني اختلفت بيها في البيئه بالظبط، حقيقي بيغير الحياه جدا. يعني للاسف الحول منتشر في مجتمعنا ومتروك. منتشر منتشر، وثقافه علاجه قليله بدات تتحسن جدا اليومين دول، يعني بالتوعيه انا وزملائي، ولكن هو ستيل برضه ثقافته حتى كمان في كتير قوي يعني من البلاد العربيه. الحاله دي يعني اعتقد ان العين نفسها نون فانكشن، بس كان لازم تعمل شكلها عشان هي مش شايفه بيها، لان هي العين بدات تدخل جوه لغايه لان هي مش بقتش تستخدمها، فكانت عندها ميه بيضة، فقبل ما تعمل ميه بيضة صلحت لها الحول عشان نعرف نعالج الميه البيضة، ما احنا الجهاز حتى مش هنعرف نشتغل طول ما هي عينيها بالشكل ده. وخلي بال حضرتك حتى الكبار بيعالجوا الحول عشان ولادهم وعشان احفادهم ما يبقوش هم حاسين ان هم عندهم، يعني قدامهم ان هم عندهم نوعين من المرض. دي وسيله تواصل مميزه جدا، يعني الحاله اللي فاتت الاخيره دي معلش دي بنشوفها كتير في المجتمع. كتير جدا بتشوفها، وفي المحلات بتشوفها طول وانت ماشي. لا اللي بعديها الحاله اللي بعديها بالظبط، يعني برضو ان احنا وفي الصعيد، يعني مثلا برضو اخواننا في الصعيد. ايوه هي بالظبط دي. دي بصراحه يعني من الحالات، يعني البنات بيبقوا فعلا تعبانين قوي والله، هو الرجال يعني سواء بنت او راجل. يعني برضو البحث عن الشكل الجيد اهم، طبعا بيحسن الكواليتي اوف لايف، يعني بيحسن جوده الحياه بشكل فظيع. يعني طبعا طبعا، يعني ايه بقى اكتر اللي انت لازم يعني تغيريه في دماغ الناس عن العلاج الخاص بالحول، وخصوصا ان الناس عندها تخوف يقول لك ما اعملش عمليه في عيني ومش عارف ايه. كلام سليم من ناحية المنطقية الإنسانية، لكن من ناحية الطبية طب ما أنت عينك ما بتشوفش. اللي أنا عايزة أغيره للناس في علاج الحول إن بليز يعني روح للدكتور المختص في تشخيص الحول، ويعني المختص في الجهاز الحركي والعضلات وعلاج الحول، لأن هو يعني علم مختلف. فلما نروح لدكتور مختص نبتدي شخص صح، هيبتدي ياخد الطرق السليمة الصحيحة بعيد عن الشائعات.
ويعني دايما ما نروحش للراي القاضي او الراي الشاذ، لكن نروح للاراء اللي هي الطبيعيه اللي هي كل الناس كل الدكاتره المختصين بيقرروها، الراي العلمي المتسق مع التوصيات بالزبط. العلميه العالميه بالظبط. مش الراي اللي جايب بحاجه من دماغه بالزبط. اللي بيخوف الناس يقول لك اصل انت لو غطيت عين الطفل هيبان شكله قرصان بالزبط. ومش عارف ايه، ما هو ده العلاج، هو ده العلاج بقى قرصان يبان جاك سبارو يبقى اللي انت عايز تبينه، بس هو ده العلاج. ما هو انت، ما احنا ما نلعبش على طبيعة الاسر اللي هي خايفة على اطفالها. حاجة تانية كمان عايزة اغيرها، فكرة ان كل حد عنده عين ضعيفة وعين قوية وعنده فيها حول ويقول لا انا لو عملت الحول لازم هيرجع تاني فمش هعمله وهعيش كده ويعيش بيعاني. لا، تعالى وحاول تعمله، واقصى حاجة هتحصل ان احنا ممكن نحتاج خطوة تانية مكملة في المستقبل which is nothing، لان هو العملية نفسها بسيطة ويعني ملهاش تقريبا اعراض جانبية، فيعني ما تعيش بيه وتبقى متضايق، لا يعني صلحه وعلي من جودة الحياة. يعني انت نورتيني واسعدتيني كالعادة ويعني ابدعتي يا استاذ دكتورة هبة متولي استشاري جراحات الحول وجراحات عيون الاطفال والمياه البيضاء، وطبعا صاحب الدكتوراه طب وجراحات العيون وزميل الكليه الملكيه البريطانيه وعضو الجمعيه الاوروبيه لجراحات الحول والجمعيه الامريكيه لجراحات الحول وجراحات عيون الاطفال. نورتيني وشرفتيني، خليكوا دايما مع الناس الحلوه. والله سنانهم بيرفكت، ونعمل اشعه مقطعيه نلاقي كيس دهني قد كده ونلاقي مشاكل قد كده، لما المريض يقعد يفكر يقول لك ده انا وقعت على اسناني وانا عندي 10 سنين بس ما كانش عندي مشكله وانا عايش عادي، وكتير تلاقي عنده سيست وتجمعات ويقول لك بس انا ما عنديش اي شكوى. الولد دوت متاخر في التسنين، فراح للصيدلي قال له انا سنان ابني ما نزلتش، والولد عنده 9 سنين دلوقتي، سنان مش فقد الشكل الطبيعي، ما فيش حد اسنانه بتبقى بلوكات 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 كده جنب بعضها. فعشان يفقد الطبيعيه في الاسنان اكيد اكيد كان في حاجه ميس دايجنوزس ما تشخصتش صح، فادت المنظر الغير طبيعي. الحاله دي كل السنان اتعملت فينيرز كلها، ظبطنا خط اللثه لان السنان كانت ستانتد وقصيره، عملنا تظبيط في لون اللثه نفسه، عدلنا فيه شويه علشان نوصل للنتيجه دي، الحاجه الادوم والاجود. فاحنا ممكن نعمل زرعتين بس في التركيب، هنحط الاربعه اكيد مش هنحط له اثنين ونسيب اثنين. ففكره غاليه ما ينفعش. نفس المبدا لما الواحد بيبقى تعبان يروح يشتري الدواء الكويس الغالي اللي يخففه ولا يجيب الدواء الرخيص مش مهم يخف، نفس الطريقه دي لازم الناس تفكر بيها. لا، هروح اشتري الغالي اللي يخففني، مش هشتري الرخيص اللي مش هيفرق معايا في حاجه واكمل عيان. اللي جاي بقى ده شخصيته يعني ده عطوف، يعني عاطف، بيقول لك انا 30 سنه وعايز اعمل هوليود سمايل، وانا اقلب الواد توم كروز ولا ايه؟ لا طبعا. قالوا لي اعمل اشعه مقطعيه. أشعة مقطعية ليه؟ وأنا هعمل إيه؟ هبني برج؟ ده هم شوية حركات. وعملوا لي إيه الأشعة المقطعية دي بفلوس؟ قلت لهم لا، بقول لكم إيه؟ أنا عطوفة، أنا ما تضحكش علي. ده دمياطي يعني. كده دمياطي. إحنا لازم نتكلم في جسر الثقة بين المريض والدكتور. مفيش حاجة اسمها الحاجة ديت بتتعمل علشان استغلال او دي بفلوس او الدكتور عايز يستفيد مني او whatever. ده يعني فئه اقل من القليل اللي ممكن يكون بيفكر ان هو يستغل المريض، وانا ما قابلتهمش. مفيش حاجه اسمها كده. الدكتور دايما بيمشي في اسلم الطرق اللي تخدم المريض وما تعملوش مشاكل. فكون ان الدكتور بتاعه طلب منه يعمل اشعه مقطعيه ده مش استغلال ولا اي حاجه. يا اما هو شايف ان لازم يبص على في عنده سنه مكسوره، سنه مش مظبوطه، عنده حاجه باين عليها ان هي لونها مختلف، ممكن يكون فيها خبطه، قلق من حاجه فحب ان هو يعمل اشعه مقطعيه. ولو ما قلقش من حاجه وعملها، كتير بيقولي والله سنانهم بيرفكت، ونعمل اشعه مقطعيه نلاقي كيس دهني قد كده ونلاقي مشاكل قد كده، لما المريض يقعد يفكر يقول لك ده انا وقعت على اسناني وانا عندي 10 سنين بس ما كانش عندي مشكلة وأنا عايش عادي، وكتير تلاقي عنده سيست وتجمعات ويقول لك بس أنا ما عنديش أي شكوى. فالدكتور أكيد مش بيستغله، لازم جسر الثقة إن الدكتور بيعمل أحسن حاجة ليك.
في برضو حاجة مهمة قوي إن المريض يعرفها، لما بتروح مثلا بعد الشر تعمل تحليل لأي مرض وتطلع نيجاتيف، تزعل ولا تفرح؟ تزعل، تفرح. بس في ناس بتزعل على انها تزعل عملت. ليه؟ علشان فلوس التحليل. لا يا جماعة، معنى كده ان الناس اللي بتعمل سخيف دلوقتي المسحة المسحة وتطلع نيجاتيف يزعلوا عشان دفعوا فيها؟ لا، الفكر ده بيفرحوا. لا، الفكر ده والله لازم يتغير، لان كتير احيانا اطلب منه سكر تراكمي، اطلب منه تحاليل معينه، اطلب منه سرعه ترسيب، اطلب اي حاجه تطلع ان الموضوع نورمال. طب طلبناه ليه؟ لا، يا فندم عشان نتاكد ان هو نورمال. دي في حد ذاتها حاجه مهمه. يعني مثلا حاله زي اللي معروضه ديت، الحاله ديت انت مخير تطلب فيها اشعه او لا. ليه؟ لان السنان معظمها كويس، المريضه ديت جايه بس بتشتكي من فراغ في خط النص وعايزه تظبط الابتسامه بتاعتها، فالحاله دي داخله تعمل فينيرز واضحه وضوح الشمس. لما هتيجي تعمل لها فينيرز وما عندكش اي ايفيدنس ان في مشكله في السنه، ممكن تشتغل من غير مقطعيه. طيب لو انت حريص قوي ممكن تعمل مقطعيه بس عشان تستبعد اي مشكله في موجوده في الاسنان، مش عيب، مش عيب الواحد يعمل اشعه ويطلع ان هو ما عندوش مشكله. لكن ايه اللي انت بتشوف عنده؟ حشوات عميقه زياده عن اللازم، سنه مكسوره، التهاب غير مبرر في اللثة، ورم، أي حاجة بتقوذ، يعني أي سائل لون مختلف موجود في البق من طالع من سنة معينة، لا هتعمل أشعة. بس دي بقى هتعملها 100%. ففي حالات أنت بتعتمد على خبرة الدكتور، نعمل ولا ما نعملش. طبعا في الحالة دي عملنا لها فينيرز دايركت، استلبتها بسرعة جدا، قدرنا نقسمه. الحالة دي على فكرة هي مش بسيطة. ليه؟ لأن خط النص ده كان كبير قوي، فإحنا وزعنا المسافات على الفينيرز، عملنا حوالي 6 عشان نعرض كل سنة جزء بسيط جدا عشان نقدر نوصل إن إحنا نقفل خط النص ويطلع طبيعي. قفل خط النص مش موضوع عادي، ممكن تقفله، بس ممكن تقفله باتنين فينير ويطلع في الآخر المنظر مرعب. فمش كل واحد داخل عند دكتور الأسنان يبقى حاطط في دماغه كونسبت إن هو داخل يستغل، أو إن الأشعة دي صرف زيادة، أو إنها تكون داخلة في الفيز بتاع الكشف. غير منطقي، يعني انت قاعد قدام مكنة بملايين بتطلع نتائج في خلال نص دقيقة، اكيد ده موضوع انت تستحق ان انت تطمن على نفسك. ده فكرة لازم الناس تبقى حطاها في دماغها، انت تستحق ان انت تطمن على نفسك، تطمن على نفسك، دي حاجة مهمة. ونطلع من نفوخنا بقى، نطلع من نفوخنا فكرة ان الدكتور يعني ايه بيعمل كده علشان كدا ياخد منك فلوس. يعني مش محتاج للدرجات بالظبط، مفيش كده ابدا، مفيش كده فعلا. هو مش عارفه كمان دي جايه منين، هل دي حاجه تراثيه؟ ليه دايما حتى دايما الناس لما تتعب يبعد ان هو يروح للدكتور، دايما يتجه يروح للصيدلي ما يروحش للدكتور يكشف؟ ده في حاجه في الفلكلور كده، انا مش عارفه. اصل في حاجه اسمها الفلكلور الاهبل، ما في فلكلور محترم. الفلكلور المصري ده الفلكلور الاهبل، من ضمن الفلكلور الاهبل انا مش عايز اروح بقى لدكاتره بقى وادخل في مواويل، ده فلكلور اهبل. ده فلكلور، انا مش عايز افتح على نفسي فواتيح، ده فلكلور اهبل. صح، يعني بقى بص بقى انا عايز اعمل بيتي كده. ولو جه وهو اول مره يروح للدكتور وهو عنده 50 سنه، اول مره يروح للدكتور تيجي تقول له انت عندك ده عايز تحشي وده عايز يتخلع وده عايز يتعمل وده بتاع، يقول لك شوف مش بقول لك ما كنتش عايز اجي عشان كده. يا ابو حضرتك بقالك 50 سنه ما جيتش، ما هو لازم يكون في كل ده. لا، والسعر مش هيجي بالسحل بتاع الساحل اوز دوت، الساحره اوز، مش هتيجي بالعصايه تخبط كده يتحول المساله. بالزبط. هي زي بالظبط الايه، بصي في كل حاجه، زي الفهلاوي اللي قال لك انا يعني هعمل ديكور لبيتي وادهن بيتي بايدي واعمل بنفسي كده مع نفسي، اجيب اخواتي ستايل واعمل مع بعض، فطلعوا حاجه نيله يعني. والله طلعوا حاجه نيله. امريكان ستايل، هو قاعد زي الناس بره. هو شاف شاف الامريكان هم بيعملوا الكلام ده بايديهم، فقال لك يعني انا مش هطلع اقل منهم، اما اعمل انا كمان. ما هم بيذاكروا، ما اعرفش هم بيدرسوا الكلام ده وبيتدربوا يعني عليه، وهم عندهم دايما الحاجات اللي فيها صنعه، واللي بالنسبه لنا دولت الصنايعيه بتوعنا، هم هناك بيتعلموا الكلام ده، احنا ما عندناش حد بيتعلم الكلام ده في المدارس ولا الكلام ده. فلا هي فكره، يعني مثلا انا بدات اتعلم المحاره عجباني فراغ لهذه الدرجه. بس اي حاجه في الدنيا تساعدك اعملها طالما ما بتضرش الاخرين، انا مقتنعه بكده. لا عشان انا ما لقيتش واحد بيعمل محاره مظبوطه.
انا لقيت واحد اكيد كنت هرحم نفسي. لا الفكره نفسها في حد ذاتها ان احنا لما نتعب نلجا دايما للصيدلي، مع احترامي طبعا لكل الصيادله، بس هو مش دكتور، ما ينفعش يشخص حاله ويدي علاج وتطالبه بنتائج. هو شغله كله في المواد بتاعه التكوين الدواء، يديك بديل للدواء، هو ليه شغله. ما ينفعش ان انت يعني لسه جاي لي حاله بجد انا يعني انا كنت زعلانه بس ما حاولتش اعلق علشان ما زعلوش. اب عنده طفل واحد وجاي من حته في الصعيد، وطبعا في الصعيد واحد عنده طفل واحد دي كبيره جدا، يعني دي ماساه بالنسبه لهم. فالولد دوت متاخر في التسنين، فراح للصيدلي قال له انا سنان ابني ما نزلتش، والولد عنده 9 سنين دلوقتي، سنان مش بتاع مش لاقيها. قال له خلاص روح هات لي مشرط، روح اشتري لي مشرط وكيس قطن صغير وهشق لك على السنه وزي الفل. فالراجل جالي، الراجل جالي. طب الحمد لله ان هو جالي. الحمد لله ان هو جالي، بس يا جماعه ما لاقيش فكره، الفكره دي ازاي بتيجي للناس؟ طبعا هو دخل للجراح اللي عندي، فالولد اولا من ضمن مشاكله ان هو عنده هايبر اكتيفيتي، الولد صعب ان انت تقعده، يعني من الاطفال اللي مش راكزه في مكانها. اي دي اتش دي. ADHD ده دي حاله مرضيه بيبقى فيها حاجه اسمها فرط الحركه ونقص الانتباه. فرط الحركه. احنا رهيب. عشان نصوره اشعه يعني كان في 3 بيتحاوروا معاه، واللي ماسك رجله واللي ماسك راسه، يا جماعه احنا تعبنا جدا. وطبعا الصيدلي اكيد مش هيدي له بنج، لانه لا مذاكر اناتومي ولا مذاكر تركيز بنج ولا مذاكر السن ولا مذاكر. هو غالبا مش صيدلي على فكره، غالبا ده مش صيدلي. غالبا حد قاعد في الصيدليه. ما دي كده اسوأ. ما دي اسوأ، لان الصيدلي الحقيقي ما يعملش كده. الصيدلي قليل قوي اللي يتجرأ التجرؤات دي. بس هو لما الراجل الاب بساله قال لي لا احنا عندنا، هو من الصعيد، قال لي كل عندي عادي، الصيدلي بيعمل الحاجات دي كلها، بيركب ويدي حقن وبيعمل كل حاجه. هوبا. كل حاجه. فدي المهم، الولد محتاج ان هو عنده هايبر اكتيفيتي، محتاج بنج. فتحنا عليه، طلع ان عنده مشكله في سرعه النزف والدم نازل بشكل غير طبيعي، اللي هو يعني ده يعالج المشاكل دي ازاي؟ الدكتور الصيدلي يعالج المشاكل دي ازاي؟ هو اصلا مش عارف يبنج، اذا هو هيشتغله من غير بنج، يعني انت بتطلع نبته لطفل معقد انت بتاذيه، ازاي هتمشي مشرط من غير بنج؟ حرام. هتسيطر على الدم ده كله ازاي؟ هتقعده اصلا راسه راستد في مكانها كده ازاي وهو هايبر اكتف؟ لازم كرسي اسنان، عشان كرسي الاسنان بيبقى مجوف، فانت بتبقى عارف تثبت الطفل في المكان او المريض. فالمعتقدات دي كلها لازم الناس تبقى مستوعباها. فكرتين، فكره جسر الثقه، لازم في جسر ثقه بين المريض والدكتور، لازم ندي العيش لخبازه. سهله، مفيش حاجه اسمها صيدلي. ده في الكلور حلو ده. مفيش حاجه اسمها صيدلي. ده في الكلور حلو ده. يدي علاج. مفيش حاجه بتشتكي للصيدلي، حاجه تشتكي للدكتور، والصيدلي ممكن يديك بديل. ادي العيش لخبازه. مثل ولا جديد. حتى في المثل على فكره بقيته بيخوف ولو كان نصه. بس هو مش هياكل ليه يعني؟ ليه برضه احنا مقتنعين يعني لو كلفك اكتر. هو عايز يقول ولو كلفك اكتر، يعني هي دي بقى المغزى. احنا ليه او ليه شعبنا والله هيكلفك اقل؟ علشان ما يدفعش فيز الدكتور، علشان يوفر. ما هو الدكتور هيطلب ادويه، فانا اعمل ايه؟ اروح للادويه على طول، يبقى انا كده ناصح ووفرت الدواء. طب ما هو حضرتك هو مش مشخص، ما ينفعش الكلام دوت. لازم كل واحد لما بيجي لازم يعني مش ممكن واحد قاعد 20 30 سنه من عمره بيذاكر في حاجه هيطلع زي واحد تاني قاعد 20 30 سنه بيذاكر في حاجه تانيه. ما ينفعش، ما تسالوش في حاجه تانيه. زي واحد مهندس ميكانيكا عبقري جدا 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 جدا، ما تجيش بقى تساله في المعمار، ما هو مش هيجاوب. يعني حاول تدي كل واحد تاخد منه احسن ما فيه، ما تروحش لحد تاني تطلب منه احسن ما في التاني. واخد بالك؟ فهمت. تعالي بقى لايه؟ لابو العريف. ناخد ابو العريف. ماشي. ابو العريف بيه يعني نبع الكل الفلكلور البايظ مجمعينه احنا، وفي ده اللي بيروح للصيدلي يجمع ابو العريف ده كله على اسنانه. يطلع فلكلور فظيع. تعالوا نسمع ابو العريف. قول يا بحر العلم يا ترعه المفهومين. يا باشا عيد ميلادها داخل، كل سنه وانت طيبه يا ست الناس،
أجيب لك إيه هدية؟ قالت لي لا هات الفلوس وأنا أفكر أجيب إيه لنفسي. يا سلام أريح وأريح. يوم والتاني يا باشا رجعت من الشغل لقيتها راحت لدكتور أسنان وعملت فينير كده. من ورايا بقى كل الناس بتستشيرني في الحاجات دي، والمدام تروح تعمل فينير من غير ما تقولي أنا زعلت. طب على فكرة بقى الفينير مش حلو، عارفة ورق الحائط لما يتلزق على الحيطة ومانتيش عارفة ايه اللي وراه؟ يعني اسنانك تبوظ من جوه وانتي مش دريانة ومبسوطة بشكلها الحلو، وهيخلي اسنانك حساسة لا تعرفي تاكلي ولا تشربي بنفس، والعلمك بيفضل فوريفر ما بيتشلش ولا بيتعالج. ودي جزات اللي جوزها يبقى مطلع وقاري وتروح تتصرف من وراه وما تسألوش. هو اللي مضايقه على فكره انها ما سالتوش. هو ده اللي مضايقه حاسه يعني. لا هي ما سالتوش. هو كده ابو العريف اتكلم في ثلاث نقاط. اتكلم في الاول في ان هي الفينيرز ديت مش بتتشال ابدا، لا هي ممكن تتشال. بيتكلم في التحسس، لا التحسس دي خبره دكتور، لازم الدكتور بيبقى عارف السنان اللي هيحصل فيها التحسس عشان هو بيبقى عارف كميه البرد اللي هو هيبردها قد ايه، فاحنا بنبقى عارفين احنا بنتكلم في ايه. ثالث نقطة اللون، أعتقد كان بيتكلم في اللون. لا دي برضو بحتاجة دكتور اكسبيرينس. لا بتبوظ اللي تحتها. قال بتبوظ اللي تحتها، بتبوظ تحتها وانت مش دريان. مش حاجة اسمها كده، لأنها بتتحط على أماكن في السنان بنبقى متأكدين جدا إن مفيش تحتها حاجة. لو في أي حاجة مسوسة إحنا بنحشيها، بتتحط مفيش أي مسافة تعدي أكل ولا أي حاجة تدعو إن السنان تبوظ من تحتها. السنان ممكن هتبوظ من كل حته الا اللي عليها الفينير، ممكن تسوس من الجناب، تسوس من اي حته الا عليها الفينير، لان هي مش هتلزق على حته مسوسه اصلا. هي لازم تبقى انت متاكد ان السنان كلير جدا ما فيهاش اي مشاكل علشان الفينير يرضى يلزق اصلا. فمش هيحصل حاجه ولا هتبوظ السنان وانت مش دريانه ولا اي حاجه. اعتقد ان هو اتكلم عن اللون والتحسس خبره دكتور، دول في منتهى الاهميه. لازم الدكتور لما يقول لك السنة دي هيحصل فيها تحسس هنعمل فيها طربوش مش فينير، لازم تقول له حاضر. ليه؟ لان هو اللي بيبقى قاري. اما الفكرة بتاعت اشتغل ولما يبقى يحصل تحسس هبقى اعمل علاج جذور، الفكرة ديت فكرة مش مظبوطة، لان بعد كده بيكون صعب ان انت تشيل الفينير وتقلبه لكراون. بتفرق كتير معاك في التايم، بتفرق كتير في البرد، بتفرق في الديزاين. انت لما بتكون بتبرد كل السيرفيسز بتاعت السنه غير ما بتبرد وان سيرفيس، بتبقى زي ما تقول ايه، بتعيد حاجه انت لسه عاملها. فالقرار لما بيتاخد من الاول صح بيكمل صح، النتيجه بتطلع احلى. لكن فكره ان احنا نقول لا للدكتور وما نعملش علاج جذور وبعد كده يحصل تحسس نرجع نعمل ونجيب البلان من اولها تاني، الفكره ديت بالنسبه لي مش صائبه. انا بحب دايما المريض يقتنع برايي وينفذه، لان الريزلتس بتاعتي انا اللي عارفه انا هوصلك لايه. فبلاش نقف وسط الطريق ونقول حصل وما حصلش. سمير صح. القصه اللي جايه سمير وفيفي. سمير وفيفي الاثنين فرحهم بعد اسبوعين. فرح سمير وفيفي الاثنين فرحهم، الاثنين فرحهم بعد اسبوعين. شوف الصدف. افكار جديده. الاثنين عايزين يعملوا ابتسامه هوليود، وسؤالهم بسيط جدا، هل هو enough time؟ اسبوعين حلو قوي. حلو قوي. لو ما فيش تجميل ولا ترقيع في اللثه هتبقى enough جدا ولا فيها مشكله اصلا. 3 ايام ده more than enough. الا لو في تجميل في اللثه هيتعمل فيه عمليه كبيره، وهنشيل بقى نظبط ليفلز بطريقه more advanced، هنعمل شغل كتير، هيكون الاسبوعين مش حلوين، لان العمليه دي لوحدها لازم العيان يريح بعدها اسبوعين ثلاثه. لو هنعمل تجميل في اللثه بس بشكل كتير وواضح، بتبقى حاجات ادفانسد، بتستنى شويه علشان اللثه ترجع لوضعها الطبيعي علشان تعرف تركب الفينيرز وتكون شكلها حلو، فدي الحاجه الوحيده اللي بتعطل. لكن غير كده حتى لو في تجميل لثه بس مش حاجه معقده قوي، لا يومين ثلاثة اسبوع ده يعني كده احنا مطولين قوي. دي حالة بقى غريبة شوية. واحد بيقول انا اسناني اتخلعت سنه 55 سنة، ما فاهم سنانه الامامية اتخلعت. انا مش فاهم اتخلعت من ايه؟ هل اتخلعت لوحدها؟ هل اتخلعت في حادثة؟ خناقة؟ ايه الحل؟ ولا اي حاجة، مفيش اي موضوع. اتخلعت لاي سبب ايا كان، خلاص هنصور اشعة مقطعية،
عشان نتاكد ان الفيلد اللي احنا داخلين فيه كلير، ما عندناش اي مشاكل. قبل ما نبدا بالمقطعيه هنساله انت عندك مشاكل ولا لا، لان دلوقتي ريسنتلي بقيت بشوف ناس كتير ربنا يعافيهم جميعا يا رب بياخدوا جلسات كيماوي اشعاع. الموضوع ده شويه بقيت بسمعه اكتر على فكرة من الاول. كورونا في يعني بحث هنا اهو مخيف قوي، قال لك ان الكورونا تؤدي الى فقدان الاسنان بعدها. ده أليكسي أنتينيكو ده في محادثة مع فيزتا قال إن فقدان الأسنان بعد الإصابة بالكورونا ممكن ووارد جدا جدا. ده ملاحظة غريبة. أي مرض بيأتاك المناعة أو بيعتمد على الأوتو إميون سيستم ما بتقدرش تتوقع الكومبليكيشنز بتاعته بالورقه والقلم. دايما الاوتو ايميون ديزيزز او الفيروسز اللي فيها خلل في المناعه او بتيجي نتيجه خلل المناعه او بتعتمد على الجهاز المناعي علشان تنتصر عليها، الحاجات اللي فيها مناعه عاده ما بتقدرش تتوقع قوي اللي هيحصل، فبيبقى عندك كل حاجه متوقعه، كل حاجه متوقعه. بس ريسنتلي موضوع الاشعاع والكيماوي والكلام دوت بقى في كاتيجوري كبيره من الناس بتتعاني منه. الحل بتاعنا ان احنا الاول نسمع المريض بياخد ادويه ايه ونسمع منه ايه الشكوى وعايز يوصل لايه، لان دي يا دكتور ايمن مهمه جدا. عايز توصل لايه دي مهمه جدا، علشان انت ما تتعبش وتشتغل تشتغل تشتغل وفي الاخر يعني يقول لك انا مش مبسوط بالنتيجه، ودي ممكن تحصل. يعني دايما يعني يقول لك ايه، انا مشكلتي في الحياه عايز اجمل الفك السفلي، انا الفك العلوي راضي عنه. وانت كدكتور تبقى شايف ان الفك العلوي ده فيه حوادث عايزه تتعمل، فانت تلاقي مخك متجه ان انت عايز تعمل بلان للخط للفك العلوي، هو لا انا مش انترستد خالص، انا مبسوط بكده، انا بفكر في حاجه ثانيه. لازم تسمع العيان عايز يوصل لايه، وتسمع منه الميديكال هيستوري كويس، تعمل له اشعه مقطعيه تشوف الطريق بتاعك منور ولا مظلم ولا ايه قصته. بعد كده بتحط البلان. بس انا شايفه اي حد عنده اسنان مفقوده الحل الأدوم والأليق هو أزرع. مش معنى كده إن بقية الحلول وحشة، لا بقية الحلول حلوة، بس أنا بفضل إنها تكون حلول يعني تامبرلي علشان نعمل دايما الأحسن. دايما نحط في دماغنا إن أنت تستحق، دي وجهة نظر عندي أنا، أنت تستحق، يعني اعمل أحسن حاجة. لو ما عملش أحسن حاجة هتزعل، هتزعل وهتحس دايما ان انت مش راضي على اللي انت بتعمله، هتحس ان انت رحت وجيت وتعبت وصرفت وما وصلتش للي انت عايزه. فدايما لما تعمل اعمل احسن حاجه. شخص جميل بكل المقاييس، 93 سنه مشكلة. انا حتى افتكرت نفسي مش عارفه اقرا، يعني وانا ببص على الايدج مش عارفه اقرا انتوا كاتبين غلط ولا ايه. 93 جاي يعمل تجميل يا جماعه. يا جماعه الاحساس ما بيرتبطش بسن طبعا اطلاقا. دي من البيشنتس او من الكلاينتس الهاي ديمانس، اللي هو ايه، انا عايزه اطلع ما عنديش بروز، ما عنديش لون مختلف، ما عنديش مشكله في خط اللثه، ما عنديش اي حاجه، عايزه اطلع 10 من 10 بيرفكشنستك. بيرفكشنستك يعني ناشده للكمال، عجام بيرفكت، بقت عامله زي بلوكات الطوب اللي جنب بعضها، ففقد الشكل الطبيعي. ما فيش حد اسنانه بتبقى بلوكات 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 كده جنب بعضها. فعشان يفقد الطبيعيه في الاسنان اكيد اكيد كان في حاجه ميس دايجنوزس ما تشخصتش صح، فادت المنظر الغير طبيعي. الحاله دي كل السنان اتعملت فينيرز كلها، ظبطنا خط اللثه لان السنان كانت استنتد وقصيره، عملنا تظبيط في لون اللثه نفسه، عدلنا فيه شويه علشان نوصل للنتيجه دي، الحاجه الادوم والاجود. فاحنا ممكن نعمل زرعتين بس في التركيب، هنحط الاربعه اكيد، مش هنحط له اثنين ونسيب اثنين. ففكره غاليه ما ينفعش. نفس المبدا لما الواحد بيبقى تعبان يروح يشتري الدواء الكويس الغالي اللي يخففه، ولا يجيب الدواء الرخيص مش مهم يخف. نفس الطريقه دي لازم الناس تفكر بيها، لا هروح اشتري الغالي اللي يخففني، مش هشتري الرخيص اللي مش هيفرق معايا في حاجه واكمل عيان. والله سنانهم بيرفكت، ونعمل اشعه مقطعيه نلاقي كيس دهني قد كده، نلاقي مشاكل قد كده. لما المريض يقعد يفكر يقول لك اه ده انا وقعت على اسناني وانا عندي 10 سنين بس ما كانش عندي مشكله وانا عايش عادي، وكتير تلاقي عنده سيست وتجمعات ويقول لك بس انا ما عنديش اي شكوى. فالولد دوت متاخر في التسنين،
فراح للصيدلي قال له انا سنان ابني ما نزلتش والولد عنده 9 سنين دلوقتي سنان مش بتاع مش لاقيها. قال له خلاص روح هات لي مشرط روح اشتري لي مشرط وكيس قطن صغير وهشق لك على السنه وزي الفل. اي حد عنده اسنان مفقوده الحل الادوم والاليق هو الزراعه. الزمن ده زمن ألم. تقول لي يا زمن ألم ما احنا عارفين. لا، زمن يسبب الألم، يسبب مشاكل كتيرة في الظهر. زمن التكنولوجيا. تقول لي التكنولوجيا فادتنا؟ لا، ضرتنا كتير. التدخل المحدود، المريض بيرجع يخرج من المستشفى بعدها بنص ساعة، نقول له روح، يروح البيت يقعد في ألم العادي بتاع أي حاجة، يقعد له مثلا يوم يومين ويتحرك حركة طبيعية من تاني يوم، التحسن النهائي أشوف نتيجته في خلال شهر. اللي بيشتكي من مشكلة طبية يلجأ مباشرة للتشخيص المبكر عشان يستفيد من كل التكنولوجيا دي بشكل أفضل. بدل ما نصل بالمرحلة الطبية لو أهملها إلى مرحلة قد تحتاج إلى جراحة بالفعل. قمم هذا المجال، واحد من الأسماء الرائعة اللي بتبدع في هذا المجال إبداعا خاصا جدا، بيسعدني جدا بآراءه العلمية الرائعة وطبعا شعبيته الجارفة التي تتميز بأداء علمي ومهني دقيق للغاية. ضيف العزيز الأستاذ الدكتور هشام العزازي، أستاذ علاج الألم التداخلي والعمود الفقري ومشاكله، بالأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس الاسم القدير. أهلا بيك دكتور هشام. أهلا وسهلا. أهلا. الكل يعاني طبعا. المون بيه، بكيزة هانم، عبد الحفيظ افندي، وعنايات مرض العصر. مشاكل العمود الفقري بقت كتير، صح كده؟ اكيد. الانزلاق الغضروفي ازاي بيحصل اساسا؟ العمود الفقري ده عباره عن عظم متركب فوق بعضه، بينه غضاريف، غضاريف دي ماده طريه تتحمل الضغط الرأسي لكن ومرنه تتحرك. لكن لو عملنا زي ما حضرتك قلت في المقدمة الجميلة اللي في الأول دي، إن أنت لو شلت حاجة غلط يبتدي الغضروف الطري ده يتداس عليه، يتآكل، يتضغط، يدوس على الأعصاب فورا. وتلاقي العيان بقى يبتدي يشتكي من ألم في الغضروف وألم في العصب اللي نازل على رجله، ويسبقه كمان ألم في العضلات الضعيفة اللي الإنسان زي ما أنت قلت كده قاعد ما بيتحركش وفجأة عاوز يعمل حركة، أو شباب بيلعب جيم والمدرب يقول له شيل ويشجعه ويشيل غلط، كل ده يسبب طبعا الام الغضروف والام المفاصل بتاعه الظهر وعرق النسا، كلها مرتبطه ببعضها وكلها عمود فقري واحد. ايه الاعراض بتاعه النسا؟ العيان بيجي يشتكي من الم في اسفل الظهر، الالم ده يسمع في مناطق، تلاقي بيسمع زي ما باين في الصوره في الظهر من فوق في المقعده. الستات تيجي تقول انا وسطي مخلوع، انا الجزء اللي فوق غير اللي تحت، في خدي من قدام، من قدام حتى، يعني انا بنتكلم على الظهر، لا ده الوجع بيجي من الفخده من قدام، ومكان المبايض عند الستات تانيه الرجل تقول لك انا مبايضي بتوجعني، لا هو برضو ظهر. وبتنزل كل ده الام للظهر، وبتنزل بقى كمان للسمانه، للقدم، لأصابع القدم، لو ابتدينا نخش بقى في عرق النسا وضغط أشد على الأعصاب، فهي مراحل. وهو الشكوى والألم يجي حرقان، تنميل، شكشكة، حاجة بتشك، يعني الصورة التانية دي بوري لك الألم نازل، ده عرق النسا للمناطق اللي لونها أحمر دي، لأن يقول لك أيوة هو الألم بينزل لي من فوق لتحت، هو نازل من ظهره، هو كابل كهرباء، العصب ده كابل كهرباء، دست عليه هيلعن على طول، هيتألم في ساعتها، زي ما الواحد بينام على كابل الكهرباء اللي في ايده يصحى ايديه منمله، هو نفس الفكره. فدي الاعراض. الاعراض ديت يعني بتتزايد كريشندو مانر. طبعا حسب بقى، وتزيد مع السن. انت الخشونه موجوده والسن بيسبب خشونه، لكن ممكن تظهر في سن صغير. وشفنا غضاريف في سن 14 سنه و15 سنه، وفي ناس 70 سنه رياضي زي الفل ما عندوش حاجه خالص.
يعني الرياضة عامل مهم برضه بيشيل جزء كبير. الرياضة والوزن. الوزن طبعا. الوزن حاجة والرياضة حاجة تانية، والحياة المكتبية، الحياة اللي قاعد على مكتب ولا قاعد، والعكس والحياة الشقة اللي بيشيل أكتر ويشيل غلا برضه، هي صح. لازم نبقى متوازنين في كله. أنا قلت الباشا والغفير. الاثنين بيعانوا. هروح لحتة تانية، العيان هيجي لك بيشتكي، في فحوصات هتطلب. طبعا يعني اول حاجه في فحص كلينيكي في العياده، بتشوف اماكن الالم وسببها ايه، لان ممكن زي ما انا قلت لحضرتك ممكن يبقى ظهر وجهه يبقى حزام ناري وهو بيفكر ان هو ظهر، ممكن يبقى عضلات سبازم في العضلات، ممكن يبقى غضروف، ممكن يبقى مفاصل الظهر، كل ده بيتفحص في العياده. وبعدين نبتدي نطلب فحوصات، الفحوصات دي اشعه عاديه مهمه جدا، بتبين الفقرات فوق بعضها ولا لا، في انزلاق غضروفي تزحزح في الفقرات، الفقرات دي ممكن تبقى فوق بعضها. بعدين بنعمل رنين، رنين جزء مهم، رسم عصب، كل دي حاجات تبين المشكله فين. ما دام عرفنا المشكله فين يبقى نبتدي نفكر بقى في الحلول اللي ممكن العيان يجربها ويخش يعني يستعملها وتبقى ليها فايده في الاخر. لكن في ناس كتير قوي هو مش عارف المشكله والدكتور يبتدي ايه يجرب معاه بدون ما نحدد المشكله، وده غلط. لازم الاول اعرف المشكله وبعدين ابتدي اتعامل معاها زي اي حاجه. فرضت كلمه التدخلات المحدوده دورها في التعامل مع مشكلات الغضروف، صح كده؟ ده في الطب كله. يعني دلوقتي احنا زمان نعمل المراره بمفتوحه وجرح يبقى طوله كبير وبتاع، بعدين ابتدت الدنيا تتحسن، طب نعمله بالمنظار، طب ما نخش نعمل الاوبن هارت القلب المفتوح، تلاقي فتحه 10 سم في القفص الصدري والعين يقعد شهور. المعاناه بعد العمليه تتناسب مع فتحه الجلد قد ايه. كل ما انت قللت التدخل والجلد، لانه الجلد هو اكتر حاجه، والقطع في العضلات دي اكتر حاجه العيان بيعاني منها بعدها. نفس الكلام في الغضاريف، نعمل عملية تقليدية خالص وبعدين يبتدي يشيل عظم أكتر. ابتدوا حتى الجراحة يقول لك لا أنا هعمل فينستريشن خرم، بدل ما أعمل فتحة 10 سنتي أعملوها 3، طب ما نعمل خرم نشيل، طب ما نعمل بالمنظار، في كمان أحدث، طب ما نعمل بالتدخل المحدود، أنا ممكن أدخل إبرة أحل بيها المشكلة. يبقى إيه لازمة إن أنا أفتح فتحة كبيرة، والإبرة دي ميزتها إيه بقى؟ إن أنا ما قطعتش العضلة وشكت ابره بالنسبه للعين، هي طبعا مش ابره، هو سلاح رفيع جدا يوصل للغضروف ويعالج، لا اما بيعمل تردد حراري وده علاج، ولا اما يعمل تبخير في الغضروف ونشيل قلب الغضروف وده برده علاج. يعني كلها حاجات حديثه. الركبه كان يعمل عمليه مفتوحه، لا دلوقتي نعملها بالمنظار، كله بهذا النمط. يعني انت تقدر تعمل عمليه كامله بدون ما تفتح الجلد، طب اعملها ليه وانا فاتح الجلد؟ يبقى بالعقل. يعني الصوره اللي احنا شايفينها دلوقتي دي ده جهاز التبخير، ده وده سلاح التبخير، بيخش في الجلد بدون فتحه، يعني هو شكت ابره في النهايه، والعين بيشعر بمخدر موضعي ونوصل للمشكله. في جهاز تاني بيصور المريض والابره بتخش لحد الغضروف زي كده ما حضرتك شايف، اقدر اوصل للغضروف اللي فيه مشكله واتعامل معاه بدون فتحه اصلا. فبالتالي الخروج من العمليه تقعد ساعه، العين بعديها بنص ساعه بالظبط يروح البيت. تاني يوم ممكن يروح شغل، تاني يوم ممكن يسافر، يعني بيجي لي ناس من السعوديه من الامارات يجي يعمل عمليه يرجع يقول لي ما طيرت بالليل، اقول له سافر، لان هو بالنسبه له حركته بقت عاديه. يعني ادي الابره انا ماسكها داخله في العيان عادي، داخله في قلب الغضروف حضرتك شايفها، تحت جهاز الاشعه عشان اشوف انا فين. ما مش بلايند يعني. لازم ابقى شايف، وكلها حاجات سيمبل وحاجات بسيطه وبتحل. في حالات طبعا ما تنفعلهاش الحاجات دي، يعني ده لازم بقى ترجع للمتخصص يقيم والتشخيص مظبوط، وهل كل الحالات تنفع؟ لا، في حالات تنفع، وفي حالات في اجهزه تانية مش بس التبخير، في تردد حراري، ده في عيان يبقى عنده مشاكل صحيه، يعني عنده فشل في القلب، عنده سكر وخايف من العمليه، وفي عيان ما عندوش حاجه بس خايف مش عاوز افتح ظهري وعمليه. والعمليات مش وحشه ولا حلوه، هي مش كده، هي كل حاجه تتعمل صح وتتعمل في المكان المظبوط، تبقى اللي يناسبه حسب ان انا محتاج ايه بالظبط. لكن الوجه العام الناس بتخاف من الجراحه، وده حقيقي، اي حد فينا حتى لو دكتور اي حاجه يقول لك لا انا، طب انا اعمل ليه جراحه؟ ما انا ممكن اعملها بدون جراحه.
فده تقدم. هو العلم كده، هو العلم بيفيدنا، والتكنولوجيا زي ما حضرتك قلت هي مضره، ما خلتنا نبقى نستعمل عربيه، لكن في نفس الوقت هي افادتنا من ناحيه ثانيه. ما هو في اخر جهاز تردد حرير والتبخير تكنولوجيا. لا انا بتكلم على التكنولوجيا بتاعت الليزي، تكنولوجيا الكسل. ايوه تكنولوجيا التلفزيون والقعده لكن لا لما اتكلم على ده بالنسبه للتبخير، التردد الحراري بيعمل نفس دور التبخير ولا يختلف؟ لا هو الفكره واحده، هو اجهزه احنا بنستخدمها او في اجهزه تانية، لكن التردد الحراري ده سلاح رفيع جدا، ابره التردد بتوصل لاماكن الالم، بتشتغل غالبا على الاعصاب وممكن نشغلها على الغضاريف. دي ليها وظيفه تكنيكال قوي، والثانيه ليها وظيفه تانية. يعني هنا بين الصوره بتاعه العصب هو نازل، ده بيغذي مفاصل معينه في ظهر المريض، يقول لك انا دي ادخل الابره توصل لحد العصب بدون ما هي بتعالج العصب. واحد يقول لي طب ده عباره عن مسكن؟ لا، في حاجات مش مسكن، في حاجات علاج، وعلاج يستمر. طب السؤال المشهور جدا، ده حضرتك بيقعد شهرين ويرجع؟ لا، احنا بنقعد بالتدخلات دي انا ممكن نقعد بيها سنوات، طول ما العيان بيحافظ على نفسه وما يشيلش حاجات تقيله، حتى بعد الجراحه المفتوحه بيتقال للعيان ما تشيلش حاجه تقيله، ما تزقش حاجه تقيله. بس الفارق بقى ان في التدخلات المحدوده زي التردد الحراري والتبخير، نص ساعه العيان بيروح في شعاعات في مستشفى، وما فيش بنج كلي، ده بنج موضعي، ويروح شغله يومين ثلاثه، عاوز اجازه اسبوع يروح، عاوز يسافر يروح، في شعاعات في البيت، ما فيش حزام ظهر ولا حزام رقبه ولا رقبه يلبسها ويفضل لابسها شهور. ادفانس تقدم يعني الجراحه، بيقعد الجراحه ده العيان قاعد بقى يقعد له في المستشفى يوم ولا يومين، ويروح يقعد في البيت اسبوعين ولا ثلاثه ولا ساعات شهر، ويدوا له نصائح ما تتحركش وراحه تامه شهور شهر واثنين وثلاثه. لكن دايما بقول له روح، انا بالعكس اقول بشجعه على الحركه، اقول له روح شغلك بعد ثلاث اربع ايام، اتحرك طبيعي ثاني يوم. لازم تتحرك، لازم تروح وتخش الحمام وتقوم وتيجي، لان توفرت له المشكلة الأساسية اللي هي فتح الجلد وقطع في العضلات، حليت المشكلة بتدخل بسيط بدون أي حاجة. والغلطة المشهورة يقول لك لا ده حاجات دي مسكنات، لا مفيش مسكن بيقعد مع العيان 3-4 سنين، ده مش مسكن، ده بقى علاج. مفيش عملية، يعني أنا دخلت شلت قلب الغضروف مسكن إزاي يعني؟ مش فاهمة. لا ده أنت بتشيل وبتعالج وبتوصل للمشكلة وتحلها، والعين بيستفيد سنوات. بعد 10 سنين عجز ظهر غضروف تاني، دي موضوع جديد زي ما ممكن تحصل في اي بروسيدر في الجراحه. في الجراحه ده ممكن في الجراحه تحصل نفس الكلام، شلت الغضروف يظهر جنبه واحد تاني، الغضروف نفسه يرجع تاني اللي اتشال. ده وارد في الجراحه ووارد في التردد، لان احنا كائن حي بينمو. مش معنى ان انا شلت تجدد مشكلته، يعني كائن حي بيعيش كل يوم بمشاكل جديده وحياه جديده وهكذا. لو انا برضو بصيت لفايده التدخلات المحدوده في لو الحاله فيها دي في القناه العصبيه او تليفات حوالين القناه فيبروز، التليفات طبعا والدي بيكون سبب اسباب كثيره. ممكن المفاصل بتاعه ظهر البني ادم اللي هي التقاء الفقرات ببعضها تكون متورمه وعامله ضغط، ممكن في اربطه في العمود الفقري من ورا ومن جوه القناه العصبيه برضو تعمل دي، ممكن الغضروف نفسه يعمل دي. اسباب اللي بيحصل هنا إيه، ممكن نحل الدي ده برضو بتدخلات محدوده، ممكن ادخل اساطر جوه القناه العصبيه بتوصل لاماكن الدي وبنحقن مواد توسع الدي ده، وممكن نحقن كمان انزيمات تاكل الفايبروز، يعني تاكل التليفات، تاكل التليفات، ودي حاجات جديده كل ده دقل. لكن بالجراحه خد في المقابل، انا في الجراحه هخش افتح بمشرط، افتح العضلات، اوصل للعظم، اشيل جزء كبير من العظم وعشان اعمل توسيع، اقفل بقى كل ده تاني والعين يرقد قد ايه. طب ما انا ممكن اعمل نفس الفكره بتدخل محدود. ومش عاوز اقول لحضرتك، هو يعني كتير من الجراحين لما يجي له هو نفسه مشكلة مماثلة في عيلته أو هو، يفكر 100 مرة، يقول لك لا طب أنا أجرب المحدود الأول. التدخلات المحدودة بقت لها باع كبير دلوقتي في كل الطب، كل الطب. أنا أقدر أتجه إلى حاجات بسيطة، يعني تخيل أوبن هارت، عملية قلب مفتوح تتعمل بالمنظار وتتعمل بتدخلات محدودة، بنسميها بالإنجليش يعني ترم لوحده مينيمال انفيزيف سيرجري. أنا أقدر أعمل حاجات كتيرة بالمينيمم انفيزيف، بالأقل حاجة بالمينيمم بتاعنا.
وده فرقة جدا في قعد المريض في المستشفى وقعد المريض في بيته وعدم الحركة، رجوعه للشغل امتى، رجوعه لحياته الطبيعية امتى، كل ده حاجات طبعا المريض نفسه ما عياش ونفسه لو عيه يبقى المشكلة تبقى خلاص في يومه ويرجع تاني. تحسن المريض بعد قد ايه؟ التدخل المحدود، المريض بيرجع يخرج من المستشفى بعدها بنص ساعة، نقول له روح، يروح البيت يقعد في ألم العادي بتاع أي حاجة، يقعد له مثلا يوم يومين ويتحرك حركة طبيعية من تاني يوم، التحسن النهائي أشوف نتيجته في خلال شهر، في خلال ثلاث أسابيع اللي أقدر أقارن وأشوف بقى لا ده استفاد ما استفادش، ونسبة الاستفادة بتبقى كبيرة جدا، بتبقى عالية، بتماثل الجراحة ويمكن تفوقها في بعض الحالات، لأن ساعات الجراح عشان بيستخدم مشرط يبقى مش قادر يوصل للمشكلة، مش قادر، لكن أنت لو دخلت بإبرة تقدر توصل لها، ده يعني مقارنة بتحصل. فلا أغلبية الأحوال الآن بتحسن في المنظر النهائي في خلال شهر، لكن بيرجع شغله من تاني يوم، يقدر يرجع ويقدر يسافر ويقدر يروح يصيف تاني يوم، هو عامل عملية قبلها بيوم. والأغرب إنه هيبص على ظهره مش هيلاقي فتحة عملية، ويقول لك ده ازاي مفيش فتحة. هو ده التقدم. والنداء اللي بيشتكي من مشكلة طبية يلجأ مباشرة للتشخيص المبكر عشان يستفيد من كل التكنولوجيا دي بشكل أفضل، بدل ما نصل بالمرحلة الطبية لو أهملها إلى مرحلة قد تحتاج إلى جراحة بالفعل بقى. نوصل لمرحلة متقدمة في حالات أقول له أهملها سنين، أقول له مش الوقت بس، يعني مش السنوات، يعني سيفيريتي يعني شدتها. شدتها ساعات أقول له لا أنت ما ينفعش عندي تدخل محدود، أنت لازم تروح تعمل جراحة. والعكس صحيح، ألاقي ناس كانت راحت للجراحة وكان المفروض وكان يبقى سهل جدا المشكلة تتحل بتدخل محدود. الجراحة بتصعب علينا التدخل بعد كده. وفي كاتيجوري كبير او جزء كبير من المرضى عملوا جراحة يجي لهم وجع ويجي لنا بعدها، بنسميها آلام ما بعد جراحة العمود الفقري. والتثبيت يقول لك انا هشيل مش عارف ايه واثبت بمسامير، عملية قاسية جدا، عملية قاسية جدا، ليها دواعي طبعا، ليها دواعي، لكن في بعض الاحوال انا بحس انها بتستخدم على الفاضي ومليان، لكن بحلول بسيطة بتحل المشكلة بدون ما نتدخل للتثبيت. تنورتنا النهارده ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور هشام العزازي، أبدع كعادته في شرح واحدة من أخطر وأشهر مشكلات وجع الظهر. مين في مصر ظهره ما بيوجعوش؟ نورتنا دكتور هشام بيه، خليكم دايما معنا. سلام. فكرة التجميل الحقيقية هي إن حضرتك أسنانك تبقى هوموجينس معاك، تبقى متناغمة ومتناسقة مع شكلك، مش إن أنا شايف أسنان وراها بني آدم. دكتور تجميل أسنان هو صاحي الصبح كده انا يا جماعه بقيت دكتور تجميل اسنان، حضرتك عملت حالات قبل كده انا هبقى النهارده دكتور تجميل اسنان، طب حضرتك عندك خبره انا النهارده دكتور تجميل اسنان، طيب قريت انا النهارده دكتور تجميل اسنان. ما ينفعش شغل مؤسسه. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة، مدرب معتمد بالجمعية الدولية للتصوير الرقمي برلين، عضو الكونغرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك. أهلا بكم. علم تجميل الأسنان يا جماعة مش علم سهل، وإن كان في ناس كتير اتصرفت في الفترة الأخيرة على إنه علم سهل، ناس كتير أقصد بيهم ناس مش متخصصين، ناس قالك أوكي أنا يعني هو التجميل ده هي كيمياء، هي كيمياء دي على فكرة بقت يعني جملة تاريخية في عصرنا الحديث، أي حد مش متخصص في حاجة يقولك ماشي هنألف كده نتفرج عليها فيديو نتعلم شوية نروح ناخد فيها محاضرتين مش عارف إيه، مفيش خبرة، مفيش وقت طويل، مفيش حياة سنين أنا أقدر أقدمها مقابل جايزة اسمها أن أنا بقى عندي هذه الإكسبيريانس وهذه القدرات وهذه الخبرة اللي تمكنني أن أنا أقول أن أنا بعرف أعمل تجميل أسنان. تجميل الأسنان ليه اتظلم؟ ليه في ناس تتهور وبعدين تظهر أو تظهر بابتسامة بعد ما راحت عملت تجميل أسنان؟ الابتسامة دي تدي انطباع لكل اللي حواليهم
ان لو هو ده التجميل انا مش عايز اعمله. لو هو لو كده انت كده مجمل اسنانك، لا 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 مش هروح مش هاجي. اللي يبقى اذا تجميل الاسنان ده قضيه خاسره. اذا كان انت كنجم او حد مشهور لما رحت عملت تجميل لاسنانك طلع بالشكل ده، القضيه صوت وصور، صوت وصور. عندنا هنا في الناس الحلوه، واعتقد انه ضيفي يستطيع ان يجاوب او يشرح لنا هذه الصوره بصوت جهوري جدا. جهوري لان انا هطلب منه مواجهه المجرم باجرامي والاسود بسواده والوهم باوهامي. امتى يكون هذا الوهم موجود؟ اكيد هيبان في حوارنا اليوم مع ضيفي العزيز. هو اول من تحدث عن تجميل الاسنان هنا يعني في مؤسسه الدكتور وناس الحلو، اول من تحدث عن تفاصيل دقيقه في توصيفات الاشياء زي القشره التجميليه وتجميل اللثه، ضيفي العزيز استاذ الدكتور نور الدين مصطفى. اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور. التهور بيعور؟ طبعا بيعور. وفي مثل عندنا في المناطق الشعبيه بيقول التعوير في الوش ما فيهوش معلش، والتعوير في السنان ما فيهوش معلش. ما هو السنان فين؟ في الوش. ده في السنان في الوش. السنان اول حاجه بتبان منك لما بتيجي تضحك، اول انطباع بيتاخد عنك هي اسنانك. اول حاجه، اول ابتسامه، اول ما بتبتسم بيبدا اول حاجه تبان اسنان. الاسنان دي لو شكلها حلو بتبدا تاخد انطباعات كويسه عند الناس، شكلها مش كويس بتبدا تاخد انطباعات نيجاتيف او سيئه من الناس. وده كلام علمي، ده مش كلام بنقوله يعني في قاعده، لا. في الجمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان عملت سيرفي او عملت زي استطلاع، اكتشفوا ان احنا اصلا من اكتر الحاجات اللي بنحكم بيها على الناس هي ابتسامتها. حتى في مجال العمل لو انت بتعمل اختبار لواحد هتلاقي ان وانت بتحكم عليه تلاقي ابتسامته بتفرق معاك. لو عندك ناس عندها نفس الكواليفيكيشن تبدا تحكم عليه من المظهر وتختار احسن واحد، يعني هم مع نفس الكواليفيكيشن تبدا تختار اقربهم انت حسيت ان هو مناسب. مناسب ازاي؟ عقلك الباطن بياخد انطباعات من حاجات معينه، صحته، شكله، نظافته. الاسنان مهمه جدا 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 في الحكم على الناس. عنوان الحلقه اليوم الصراحه المطلقه والمواجهه الجريئه جدا لكل خاطئ وكل مجرم وكل اسود. انت عارفني. وانا عارف. جاهز؟ جاهز جدا. ابيض واسود، واسود ورمادي. ابيض اسود أم رمادي؟ المشاهير هم من جذبوا النجوم، هم من جذبوا الناس إلى تجميل الأسنان، ولكن نقف أمام كلمة ولكن كثيرا جدا. بعض المشاهير صنعوا ابتسامات نستطيع أن نقول عليها كارثية. أبيض اسود أم رمادي؟ أبيض. إيه اللي حصل؟ حقيقي الأول إحنا هنقول كلمة هوليوود سمايل أو اللي هي من تجميل الأسنان هو نصب ليه الهوليوود؟ لأن معظم نجوم هوليوود السينما الأمريكية كانوا بيعملوا تجميل أسنان، تمام؟ طيب حضرتك لو بصيت على واحد زي توم كروز عامل أسنانه، أنا هفترض إن هو يعني أنت بتتفرج على الأفلام بتاعته، عمرك عرفت إن هو عامل أسنانه؟ لا. تتخيل إن هو عامل أسنانه؟ لا. أنا جبت لكم قبل كده صور زمان شكل أسنان توم كروز الحقيقية زمان كانت عاملة إزاي وبعد التجميل. هلاحظ حاجة، الدكتور العظيم اللي عمل التجميل ما قررش ان هو يعمل له حاجه مش طبيعيه. ليه؟ لان هو بيتعامل طبقا لمعايير تجميليه سليمه. عمل سمايل اناليسيز، عمل سمايل ديزاين، الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها طول عمرنا، وعمل له حاجه مناسبه. حاجه مناسبه يبقى اسنانه شكلها حلو، لكن ما تبقاش قد، ما بصش عليها اعرفها. هات كل الافلام بتاعت توم كروز هتلاقيه اسنانه شكلها عادي جدا وشكلها جميل، بس مش باين انها معموله. فكره انها مش باين انها معموله هي دي فكره التجميل الحقيقيه. فكره التجميل الحقيقيه ان حضرتك اسنانك تبقى هوموجينس معاك، تبقى متناغمه ومتناسقه مع شكلك، مش ان انا شايف اسنان وراها بني ادم. وده اللي بدانا حلوه دي. خلاص بقى لا حضرتك بقيت يعني في سلمتيو على التعبير ده. ده تعبير يكتب في الكتب طبعا. تعبير انه اخطر ما يمكن في تجميل اسنان انت تصنع في الاخر حاجه اسمها اسنان وخلفها بني ادم انسان. انت بقيت خلفيه، انت حضرتك كبني ادم بقيت خلفيه. المفروض الابتسامه السليمه تبقى خلفيه ليك، يعني انا بكلم حضرتك باصص في عينيك ابتسامتك خلفيه مش واخده عيني.
عشان يفضل فيه اي كونتاكت، يفضل فيه اتصال بين عيني وعينك واحنا بنتكلم، وده الطبيعي بين البني ادمين. تواصل بين البني ادمين حضرتك لو احنا ما بنتكلمش، لو احنا بنتكلم مع بعض وما فيش تواصل بعينينا، لو انت مغمض عينك ممكن تفهم كلامي غلط عشان تبقى فاهم. لازم يبقى في تواصل في العين، لان العين بتدي انطباع. نفس الكلمه اللي انا بقولها لك بحركه بعيني او بجتشر معين بجسمي وبانطباع بعينيا بتديك انطباع ان الكلمه دي معناها كويس، ونفس الكلمه بتعبيرات تانية تديك ان الكلمه دي معناها مش كويس، هي نفس الكلمه. فالتواصل بالعين مهم جدا. طيب لما نقطع التواصل بالعين ده، التواصل بالعين، التواصل بالعين في حدث رياضي مشهور يعني، حد يعني مدرب كبير عمل خلى مصر كلها تتكلم على نظره عين. تواصل سيء. يعني نظره عين بالظبط تفرق، بحرفنه تفرق دي زي ولا كانها جون بيتحط بالرجل بالظبط تفرق جدا. فبالتالي اي حد بيعمل تجميل اسنان في العالم وقرر ان هو يشيل من البني ادم الهيومن بينج بتاعه او الخصائص بتاعه البني ادمين، يبقى هو انا عمل كارثه. وده اللي بدا يحصل. انا يعني حد يعني في من فتره كان في نجم معين، كنا في مكان ما فاسنانه ما كانتش معموله، فبيقول لي ايه رايك فقلت له لا انت هتحتاج تعمل، بس لو هتحتاج تعمل، وهنا النقطه اللي عملت المشكله، قلت له لو انت محتاج تعمل في اجراءات معينه لازم تتعمل علشان توصل من الشكل ده للشكل السليم. الاجراءات دي فيها نحت بطريقه معينه، فيها شغل وديزاين وحاجات كده. سمع كلام حد تاني، لا 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 تعالى النهارده وهخلصك النهارده وهتمشي النهارده مبسوط، وراح عمل سنانه النهارده. هتشوفه في رمضان حلقات اسنان حصان، ابتسامه حصان. ايه يعني؟ انت كان عندك سن بروز خفيف في الاسنان، تركب عليهم من غير ما تشيل الكميه الكافيه بقى عندك بروز اكتر. تختار لون غير مناسب لبياض عينيك ولبشرتك يديك بروتروجين اكتر. اذا فانت عشان خاطر ما سمعتش الكلام الطبي المتخصص حصلت على نتيجه زي ما انت حكيت ايه كارثيه. المشكله بقى في ايه؟ المشكله ان المفروض زي ما قلنا هوليوود سمايل بره النجوم بيعملوها، ما بيتعرفش ان هم عاملينها لانها معموله صح. هنا بقى عندنا موضه بقى وحشه قوي، اي حد بيعمل من النجوم يبان بقى، يبان ان هو عامل وشكله مش طبيعي وشكله مش مظبوط. بدا يدي انطباع للناس عن ايه؟ ان التجميل ده حاجه مش كويسه. انا بص ده كان سؤال ودي كانت اجابه، هننقل المتهم. خلصنا الحلقه، خلصنا الحلقه. المتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ من ينشر التلوث البصري من خلال التشيك للتيس؟ تمام. ده نفس الجاني. ده مش جاني بس، ده يتعدم ان شاء الله. هرجع بقى للجزء بقى المهم عشان نتكلم في الجزء ده. هنعرض صور شكل الاسنان الطبيعيه وتعاملها مع الاضاءه. ليه؟ عشان نفهم الناس ان الاسنان دي شيء مش مصمت، وان عينينا مدربه كويس جدا انها تشوف السنه الطبيعيه وتقرر ان كانت طبيعيه ولا مش طبيعيه. طيب احنا ربنا خالق الاسنان عندنا رقم واحد في الاضاءه. بص حك ركز، هتلاقي السنه مش مصمته، السنه دي طبقات. تمام. في طبقه شفافه بتبان قوي في حرف السنه دي، طبعا بعد تعريضها لاضاءه معينه. يعني بنبدا نعرض السنه لاضاءه معينه، هتشوف حرف السنه، شايف الهالو شيب اللي حوالين السنه، هتلاقي جزء شفاف وجواه طبقه الدنتين وجواها لون ريتش اكتر. ده الشكل الطبيعي للسنان. هنا برضو جايبين برضو شكل الاسنان تحت الاضاءه، شايف حروف السنه عامله ازاي، شايف فيها جزء شفاف ازاي، شكلها حي، سنه شكلها حي. تمام. طول ما انا بعمل اسنان في التجميل ما فيهاش الكلام ده، يبقى انا ببعد عن الواقع وبعمل تشيك ليستيس وبعمل حاجات كتير. دي اسنان معموله. تمام. مش معنى ان انا بعمل اسنان بيضه يبقى احرمها من التفاصيل. انت ممكن يكون بيض عينيك يناسب ان انا اعمل لك اللون ده، يبقى اعمل لك اللون الابيض ده. بس هيك راح ركز جدا في شكل الاسنان، هتلاقي شكل السنه فيه التعريجه اللي ربنا خالقها. السنه اللي ربنا خالقها في حاجه اسمها جروف ولوب، تحس ان فيها حرف جوه السنه زي شرخ خفيف كده، لازم تعمله. لو ما عملتوش وما عملتش الانسايز الايدج او الحرف بتاع السنه في سنه ترانسليوسنت او سنه شفافيه، يبقى انت بتقول للعين انا عامل سنان. بص حضرتك هنا شكل السنه الحرف بتاعها رفيع جدا، وده كان الدعاء. يجي حد يقول لك ايه، انا رحت عملت فينير
بقى عندي ضب. هي دي حضرتك عندها ضب؟ دي سنانها هي جوه شفايفها، يبقى ما عندهاش ضب. يبقى حضرتك اخترت دكتور غلط واخترت تكنيك غلط عشان يشتغل لك بيه. رحت قلت له انا عايز اعمل خطه علاجيه غلط وانت ما ينفعكش تعمل فينير، او رحت قلت له انا عايز اعمل دي الخطه العلاجيه الغلط بالظبط. القرار نفسه الاناليسيز اللي احنا قعدنا نحكي فيه سنين ما بتعملوش ليه يا دكتور؟ القرار غلط. ما هو ليه قرار غلط؟ عشان حد اللي اتخذ القرار نفسه ليه؟ عشان ما عملش تحليل ابتسامه زي ما قلنا، عشان ما قراش ايه هم ال21 كرايتيريا او ال21 خاصيه للسمايل الاساسيه السليمه اللي ينفع نشتغل عليها. فاهم قصدي؟ فبالتالي هيطلع قرار غلط. حضرتك ما عندكش معلومات كافيه، يبقى بالتالي هتدي قرارات غير مناسبه. اروح انت كل سؤال بفقره، معلش ما شاء الله. طب تعال نروح للوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ انا هكون صريح معك في السؤال الاول ده. لما انتوا بداتوا تتكلم، بدات تتكلم عن تجميل الاسنان، بدات تستجلب او تجلب تكنولوجيا عاليه جدا زي السيريك وزي الكومبيم، بدات تصدر فكره واحنا بنتكلم، وعجبتني اول فكره وانا كنت معاك فيها قوي، فكره اليوم الواحد، فكره الفوري. هتيجي السيريك هيقطع، هخلص لك، هتروح بسنانك حلو. بس ده في ناس قلدته وطلعت كوارث طبعا. وفي حالات تانية قالت لك لا، طب ما انا رحت وجيت لك وانت قلت لي ما ينفعش في يوم واحد بالظبط، ده لازم هتقعدوا معايا اسبوعين بالظبط. فهنا ايه، فين الوهم وفين الشك وفين اليقين؟ ده سؤال كلاسيكي طبعا. بعيدا على الاختيارات كمان. طيب ايه يعني اديني صياغه عشان اقول لك ايه الوهم فيها. يعني هل ينفع نعمل فوري؟ لا، ده يقين نقدر نعمل فوري ونقدر نعمل تجميل في يوم واحد، ده يقين. كل الحالات مش كل، ما انا هسترسل. تمام. امتى ينفع حاله تيجي تعمل تجميل اسنان وتمشي في نفس اليوم؟ هقول لك الحاجات اللي ينفع نعمل فيها كده. رقم واحد، تكون الحاله ما عندهاش اي مشاكل في اللثه، صفر، ولا حتى التهاب، ولا حتى محتاجه تشيل جير. يعني هتشيل جير يبقى ما ينفعش اشتغل لها النهارده. ادي واحد، يبقى اللثه تكون ايه، سليمه 100%. الاسنان تكون مرصوصه رصه طبيعيه ومنتظمه. انا ما تجيبليش واحد سنانه راكبه على بعض وتقولي نعملها النهارده، وهقول لك ليه ما ينفعش. تمام. واحد عنده سبيس زياده قوي او كبير قوي، ده برده ما ينفعش يتعمل في نفس اليوم. يعني معنى كده ان انا عايز، اقول لك ان انا لو هعمل تجميل فوري في يوم واحد، هي الحاله واحده، سنان منتظمه لسه كويسه جدا، لكن هو عايز يغير اللون بس. فبالتالي هعمل له قشره تجميليه فائقه الرقه. تمام. فده هيجي هنحضر 3/10 من الملي، هيتصور بالسيريك، وهتيجي القشره التجميليه فائقه الرقه دي تتلزق، لان مفيش اي اجراء تاني هعمله. طيب ممكن بقى نوقف على الصوره دي وبعديها الصوره اللي بعدين. الصوره دي حلوه قوي. الصوره دي مهمه جدا جدا جدا. ليه؟ لان الصوره دي مش تجميل قبل وبعد، دي تجميل بعد وتجميل بعد. يعني ايه؟ يعني الكيس دي اصلا معموله، يعني اللي تحت ده تجميل. ده تجميل معمول في مركز يدعي ان هو مركز تجميل. زي ما احنا شايفين، فين التفاصيل؟ فين شكل الاسنان؟ فين اي حاجه تدل ان دي اسنان معموله بتقنيه او بديزاين او فيها راعه اي واحد من ال21 كرايتيريا اللي احنا اتكلمنا فيهم في التجميل. ليه؟ كده احنا مكبرين الصوره. شوف ان القشره التجميليه مش سمك واحد، عشان كده في اجزاء مشفوفه من السنه اللي تحتيها واجزاء لا. القشره التجميليه مش معموله جليس صح. القشره التجميليه غير واضحه المعالم. القشره التجميليه متسببه في تجمع لبواقي الاكل حوالين اللثه فعامله التهابات. تمام. كل ده اتشال، اتعمل خطه علاجيه، الاول لعلاج اللثه، بعديها لازاله القشره التجميليه اللي معموله، تحضير الاسنان بشكل مناسب. وبرده بشكر الفريق، الاساتذه اللي في الفريق الطبي بتاعنا، لان فريق طبي فيه استاذ دكتور علاج لثه، استاذ دكتور تركيبات، استاذ دكتور علاج عصب، كل التخصصات فيها اساتذه، عشان اقدر اوصل اتنقل من دي لدي. لا ادعي ان ده شغل واحد، ما ينفعش، شغل مؤسسه.
المؤسسة دي هي اللي تقدر تطلع الشغل ده. الشغل ده معمول اهو، ادي شكل بنقول دكتور عمل الكلام ده، وده الشكل اللي لما تشتغل عند مؤسسة تطلع لك الشغل بالمنظر. قبل ما امشي، ايه الحاجة اللي تخليك تتحول الى الرجل الاخضر؟ قول لي حاجة واحدة في سطر واحد. عارف الرجل الاخضر؟ شكلت ستيس. اه دي بتحولك. بتجنني. بتجنني اللي بحس ان تعب السنين اللي احنا تعبناه السنين اللي فاتت دي عشان نعرف الناس أهمية التجميل. في اتنين بيعملوا الجريمة دي، اللي بيعمل التجميل والدكتور اللي بينفذه بيشوهوا علم وفن تجميل الأسنان. كل سنة طيب، وحاجة طيب، خليكوا دايما مع الناس الحلوة.